يا مساء الفل، يا مساء الجمال، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الحريف. النهارده هيبقى عندنا كلام كتير جدا عن منتخبنا الوطني، وهو ده هيبقى موضوعنا في البدايه. شوفوا، هو في دايما جدل بيزنطي، اللي هو الجدل اللي ما بينتهيش، اللي هو ما بيخلصش، اللي هو له علاقه دايما بالسوشيال ميديا. هل ده سؤال للنقاش الطرح، يعني نطرحه نتناقش فيه ونتكلم فيه سوا مع بعض. ابعتوا لنا كمان على صفحتنا عشان نتكلم فيه بامانه يعني وبشكل مباشر. هل السوشيال ميديا تؤثر على القرارات الفنيه للمدربين؟ وبنسبه قد ايه؟ وهل ده موجود بالنسبه للانديه الكبيره، بالنسبه للاهلي وبالنسبه للزمالك؟ ليه بقول الموضوع ده؟ لانه النهارده الجهاز الفني منتخب مصر اختار 25 لعيب. ال 25 لعيب اللي اختارهم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني ما فيهمش اسم عمرو مرعي، ما فيهمش اسم عمرو مرعي. الى اي مدى تتحكم السوشيال ميديا في قرارات المديرين الفنيين؟ تحديدا بقى هيكتور كوبر هو الوحيد اللي يعتبر في مصر جلده تخين بامانه شديده كده، يعني ايه؟ يعني الراجل ده لا يؤثر فيه اي سوشيال ميديا. عايزين تحسبوها الحسبه اللي ليها علاقه بانه الراجل ما بيتابعش فيسبوك وما بيتابعش تويتر، احسبوها الحسبه دي. عايزين تحسبوها حسبه انه الراجل عارف كويس هو عايز ايه واحتياجاته ايه ومين اللي هينفعه في المرحله ديت، ومين اللي هيواكب مين اللي هيواكب المرحله دي بالالتزامات اللي هو عايزها، بمجموعة اللاعبين دولت هيقدروا يوصلوا لي للمية في المية ولا لأ؟ الكلمة دايما اللي بيستخدموها الجهاز الفني المنتخب مصر يقول لك أنا عايز اللعيب اللي يوصلني للمية في المية. فالمية في المية من وجهة نظره ممكن ما تكونش متوافقة مع عمرو مرعي. الوحيد في مصر تقريبا هيكتور كوبر هو المدير الفني اللي ما بيتحركوش أي سوشيال ميديا. هو ما بيسمعش لما الناس قالت له النني. راهن على النني فترة طويلة جدا. وجف في الفتره وجف اخر ماتش في البطوله الافريقيه لما كل الناس كانت بتقول له النني وقعد النني والنني وملوش عازه والنني والكلام الناس اللي مستغربه وازاي بيلعب في ارسنال ومحللين وخبراء وكلهم ليهم التقدير وكلهم ليهم الاحترام وناس كتير بتكتب على تويتر وناس بتنتقد على الفيسبوك، انما الوحيد اللي عنده تصميم على الاختيارات الفنيه بتاعته هو هيكتور كوبر في مصر. ركزوا كده، مين اكتر واحد الناس كانت تنتقد قراراته الفنيه وهو مصر عليها؟ يعني مثلا بصوا الناس تتكلم على احمد حسن كوكا، هل هو مهاجم منتخب مصر هو مصر عليه ياخده معاه في كل مكان في كل مواجهه وكل بطوله؟ عبد الشافي الماتش اللي فات ماتش الذهاب، ماتش الذهاب بتاع اوغندا ما كانش عبد الشافي اصلا موجود في الملعب، واحد من نجوم المباراه في مباراه العوده كان عبد الشافي، حدث ولا حرج على انواع وامثله كتير جدا جدا. هيكتور كوبر هو المدير الفني الوحيد اللي في مصر اللي بتحركه قناعاته والتزاماته ومخه والجهاز المعاون. طيب هو السؤال الاهم بقى، هو السؤال الاهم بقى، هل ده صح ولا غلط؟ هل انا كمدير فني لمنتخب مصر الصح بالنسبه لي ان انا اسد وداني وما اسمعش حد والسوشيال ميديا ما تحركنيش، ولا اخد بعض الاعتبارات ولا شوفوا بقى، أهم حاجة بالنسبة لأي مدير فني إنه يبقى مقتنع باختياراته الفنية بنسبة 100%. يعني من الآخر كده هيكتور كوبر أثبت وما زال يثبت إن النظرية، نظرية صم الأذان عن السوشيال ميديا وعن تويتر وعن فيسبوك وعن انستجرام هي النظرية الأصح بنسبة 100%. لأن أنا هشتغل على نتائج ولا هشتغل بالسوشيال ميديا؟ طب انا هشتغل بالنتائج ولا هشتغل بالاعلام؟ الاعلام احيانا بيبقى عنده وجهات نظر سليمه، واحيانا بيبقى عنده وجهات نظر، وده كتير وسمعتوه امبارح في المفاجآت بتاعت الكابتن مجدي عبد الغني لما قال لك لما اكون جوه الاتحاد بيبقى ليا قرارات، بره الاتحاد انا عايز افطس الناس اللي جوه. ففي برضه مبدا تخليص وتصفيه الحسابات موجود. ليه بقول بقى كل الكلام ده كله؟ مش بس عشان النهارده عمرو مرعي، لا، لانه النتائج بتقول انه تصميم الجهاز الفني لمنتخب مصر على مجموعه اللاعبين اللي موجودين بالاستراتيجيه اللي هم عاملينها بالشغل اللي هم عاملينه بيقول انهم بنسبه لحد دلوقتي 100% ناجحين في اختبار
هو الأصعب من نوعه، هو اختبار السوشيال ميديا، هو اختبار الهري، هو اختبار الرغي، هو اختبار انه وانا الحقيقة برضو بين قوسين كده من حق كل الناس ان هي تتكلم في الكورة، وهفضل اقولها من حق كل الناس ان هي تتكلم في الكورة، من حق ال 90 مليون ان هم يتكلموا في الكورة، عشان الكورة دي المتعة الوحيدة اللي الناس بتحبها، علشان الكورة ديت ما هياش فيزياء، عشان الكورة دي ما هياش كيمياء، لكنه في النهاية انا قناعاتي انا ونجاحاتي انا هي اللي بتمشيني، ومجموعة اللاعبين دول طالما بيحققوا لي 100% من وجهة نظري يبقى انا مش محتاج اسمع دايما للسوشيال ميديا. احيانا تسمع للصوت اللي بيكون بيتحكم فيه العقل، ما بيتحكمش فيه الاهواء، من نوعيه انا باخد ده عشان ده لعيب من النادي الاهلي فجمهور النادي الاهلي يشيلني، انا اخد اللاعب الفلاني ده من الزمالك عشان المجموعه ديت من نادي الزمالك تشيلني او تقف في ظهري او تقف في صفي او تقف معايا. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده اسبابه النهارده ال 25 اللي اختارهم هيكتور كوبر واللي هقول لحضراتكم على اسمهم. لحد دلوقتي ناجح بنسبه 100% هيكتور كوبر في الاختبار الصعب، اختبار السوشيال ميديا. في الوقت اللي برضو عندنا مثال صارخ جدا على التخليص على مجموعة من اللاعبين، تفتكروا كريم نيدفيد؟ كريم ابن حسام البدري، كريم حسام البدري نيدفيد، كريم البدري، كل الكلام ده. الموسم ده كريم نيدفيد مش موجود مع الأهلي، ما ظهرش مع النادي الأهلي. كل ده أسبابه إيه؟ كل ده أسبابه إن السوشيال ميديا تؤثر أحيانا في بعض القرارات الفنية لبعض المديرين الفنيين، بس ده هيبقى بعض الوقت مش لكل الوقت. اقولها تاني، ده هيبقى لبعض الوقت مش لكل الوقت، لان كل مدير فني بيتعلم كويس قوي قوي انه، وانتوا سمعتوها من اكتر من حد، انه مش هتمشيني، مش هيمشيني تويتر ومش هيمشيني فيسبوك، مش هم دول اللي هيمشوني. عندنا اختبار صعب مع هيكتور كوبر في مباراة الكونغو المقبلة إن شاء الله بإذن الله يوم 8 أكتوبر. كل الدعم للراجل طالما النتائج بتتحقق، ولما هيبقى فيه أمور سلبية هنتكلم فيها، ولما يبقى فيه أمور تخص منتخبنا الوطني ليه علاقة بإن إحنا عايزين الأداء يتحسن برضه هنتكلم فيها، لكن الهدف بتاعنا كله هدف واحد، إن إحنا نروح كأس العالم، ده مش هنختلف عليه أبدا. نختلف بقى على طرق اللعب، نختلف على الأداء، نختلف على حاجات شبه كده. طيب كنا اتكلمنا مع حضراتكم في موضوع قائمة منتخبنا الوطني تأكيدا للانفراد اللي احنا كنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم. 25 لعيب بيختارهم هيكتور كوبر قدام حضراتكم على الشاشة. عصام الحضري حارس مرمى الرائد السعودي، احمد الشناوي حارس الزمالك، شريف اكرامي حارس النادي الاهلي، احمد فتحي من الاهلي، سعد سمير الاهلي، رامي ربيع الاهلي، علي جبر اللي بنتمنى له السلامة والشفاء ان شاء الله باذن الله سريعا يتعافى ويبقى موجود مع المنتخب، اهو اسمه موجود. المحمدي استون فيلا، احمد حجازي ويست بروميتش، محمد عبد الشافي اهلي جده السعودي، كريم حافظ، وده واحد اهو من الاسماء اللي احنا بنتكلم عليها، مثال من الامثله الحيه للسوشيال ميديا اللي ما كانتش عندها الرغبه بنسبه تتجاوز ال 70 80% انه كريم حافظ يبقى موجود مع المنتخب، موجود في كل انضمام وفي كل بطولة وفي كل مواجهة وفي كل مقابلة موجود فيها كريم حافظ. قناعات الراجل بيه كده، السوشيال ميديا هنا لا تؤثر وما زالت على هيكتور كوبر. عمر جابر بازل السويسري، حسام عاشور الأهلي طبعا مش الزمالك، طارق حامد الزمالك، محمد النني أرسنال، سام مورسي ويجن، عبد الله السعيد الأهلي، صالح جمعة الأهلي، رمضان صبحي ستوك سيتي، محمود تريزيجيه، قاسم باشا التركي، محمود كهربا اتحاد جدة، محمد صلاح ليفربول، مصطفى فتحي التعاون السعودي، عمرو جمال بيدفيست الجنوب افريقي، واحمد حسن كوكا سبورتنج براجا البرتغالي. دي قائمة منتخبنا الوطني، 25 لاعب بالتمام والكمال، هم الرجالة بتوعنا، هم الأسود بتوعنا، الوحوش اللي هيبقوا موجودين في مباراة الكونغو اللي هندعمهم بكل تأكيد وهندعم من خلفهم جهاز الفني لمنتخبنا الوطني. خلونا ناخد تعقيب مهم جدا على القائمة وعلى تأثير السوشيال ميديا. الوحيد اللي نجا من تأثير السوشيال ميديا لحد دلوقتي هو هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني. أنا معايا نادي الزمالك، نجم نادي الزمالك وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كابتن حازم إمام. يا كابتن حازم مساء الفل وأهلا وسهلا. كابتن إبراهيم مساء الفل حبيبي، وحشني جدا. كل سنة طيب ووحشني. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام الحمد لله حبيبي، كله زي الفل. هيكتور كوبر هو تقريبا اتفضل مجدي عبد الغني عمل معاك امبارح حلقة إيه نار.
والله بعد كده خدت منه كل حاجه زي السكر هو زي السكر والله. وردود افعال الناس كانت على الحلقه عبقريه يعني. ربنا يخليك يا رب يا كابتن حازم، وشرف لينا انك بتكون بتتابعنا. لا حبيبي طبعا. طيب خليني اسال حضرتك مباشره، رايك ايه في اختيارات هيكتور كوبر؟ وكنت بتكلم في جزئيه كده في المقدمه ليها علاقه بانه الوحيد تقريبا اللي ما اثرتش عليه السوشيال ميديا هو هيكتور كوبر في اختياراته الفنيه، قناعاته ما زالت مستمره، وقناعاته دي لحد دلوقتي هي موصلانا لافضل حاجه اذا كنا بنتكلم على ان شاء الله باذن الله حلم الوصول لكاس العالم. والله بص، هي السوشيال ميديا مهمه طبعا، ونعرف منها الدنيا ماشيه ازاي وكده، بس هو الراجل ده مسته ودي ميزه على فكره، ان فاصل نفسه عن الكلام ده كله، مش في دماغه خالص، بياخد قراراته من دماغه ما بتاثرش. ودي مهمة في بعض الأوقات، إن أنت ساعات الواحد ممكن ياخد قرار غلط بسبب ضغط ناس، بسبب إن الناس بتضغط عليه بحاجة معينة فيتأثر شوية يعني. لكن ميس بصراحة كوبر إن هو مش مركز في الحاجات دي خالص، مركز في شغله بس، وده اللي منجحه يعني. هو ناجح ناجح في كل حاجة. الهدف اللي جه عشان هو بطولة أفريقيا يوصل بطولة، وصل فاينل. الهدف اللي جاي عشان نوصل كاس العالم ان شاء الله، احنا يعني لغايه دلوقتي احنا اول مجموعه، ربنا يكرمنا يا رب ونوصل ان شاء الله باذن الله. في ظل السنتين دول كلهم بقى، انت شوف عديت بكام مرحله، ضغط عليه ضغطه في كام حاجه، هو برضه ماشي بدماغه وبينجح. فانا بشوف ان هو يعني لازم الواحد يشتغل بدماغه. الناس بيعرف رد فعل الناس يعني، مثلا هو برضه اكيد بيعرف رد فعل الناس بعض الاوقات، لما الناس الفتره اللي فاتت قال لك لازم ده يعجب، كان يعني هو حاسس بالحاجات دي، وكان زعلان، الناس زعلانه وكده. لكن في وقت الجد او في وقت الاختيارات المهمه، هو بيشوف ان هو اللي شايف حاجات احنا مش شايفينها، وهو يعني ان هو مدرب، وهو اللي في الاخر بيتحاسب. فهو ماشي بدماغه وماشي بشكل ان هو شايفه صح. طيب خليني اسال حضرتك كابتن حازم بقى فيما يتعلق بالاسماء بالكامل، هل شايف انه الراجل المجموعه ديت هي تقريبا نفس المجموعه اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت، ما اضافش جديد عليها، رغم ان السوشيال ميديا بقى هنا والخبراء والمحللين كانوا شايفين ضروره ضم عمرو مرعي لقائمه المنتخب؟ والله عمرو مرعي انا شفت الماتش اول امبارح كان كويس جدا، واصحاب، وانا بقول لك انا متوقع يعني بشكل مستر كوبر ودماغه ان عمرو ده هيكون، لو مشي بالشكل ده هيكون اكيد موجود في المنتخب يعني، بس لو مشي بالشكل ده. لكن خلينا نقول ان عمرو برضه هو اول ماتش لعبه اساسي من ساعه ما راح يعني. الماتش اللي فات كان الماتش اللي قبليه كان احتياطي، واخد راس حرب البرازيل هو الاساسي. لكن هو لما خد الفرصه نجح بصراحه عمرو بشكل كويس، كان هايل اول امبارح. صحيح، نموذج لراس حرب الخطاط اللي بيشتغل، بيسرع الكوره ازاي من قدام الديفنس، اللي بيزاحف، انا شايفه هايل بصراحه، وراي ان عمرو لعيب كويس جدا جدا. انا ما اعرفش، يمكن هو شايف ان مش هيلحق يبقى في وقت لعمرو يعني. انا ما اقدرش اتكلم باسم كوبر، لكن هو اعتقد ان هو شايف ان عنده مجموعه تنجح وناجحه بشكل معين. ده اللي هو يعني متهيألي الفترة دي بالنسبة له هي حساسة، مش عايز يخلص أو يعمل حاجات كتير بعيدة عن الشكل المضمون اللعيبة اللي هي حافظاه دايما. لكن أنا بقول لك إن عمرو أعتقد لو مشي بالشكل ده ماتش الأهلي الجاي مثلا، لو مشي بالشكل اللي مشي بيه الماتش اللي فات، اعتقد عمرو هيكون موجود في المنتخب اكيد. ما هي المشكله ان احنا المشكله ان احنا مش عايزينه يمشي كده في ماتش الاهلي الجاي، احنا عايزينه بعد ماتش الاهلي الجاي يبقى يعمل اللي هو عايزه. يعني يعدي ماتش الاهلي وبعدين يبقى هيسترها ربنا يعني. طيب خليني اسال حضرتك بقى يا كابتن فيما يتعلق بقى بحراسه المرمى، حراسه مرمى منتخبنا الوطني، بتشوفها تروح لمين؟ تشوف عصام الحضري ولا شريف اكرامي ولا الشناوي؟ والثلاثه دلوقتي حالتهم الفنيه اصبحت مرتفعه. هايلين. والله بص، ثلاثة كويسين، لكن بالشكل اللي هو ماشي بيه كوبر اعتقد عصام اللي هيكمل يعني. ما هو من يعني هيكتور كوبر اعتقد كلنا حفظناه ان هو بيثبت تشكيل دايما، وبيثبت ما بيغيرش كتير في اللعيبه قوي يعني. فانا متهيألي، الله اعلم والله، انا ما عنديش معلومه والله يعني، انا ما بتكلمش مع الراجل في اي تفاصيل خططيه، ممكن اتكلم معاه في تفاصيل بشكل عام الفرقه بتلعب ازاي، هنعمل ايه، لكن التشكيل والحاجات دي هي بتاعته. لكن زي ما بقول لك، هو بشكل اللي هو بيشتغل بيه دايما يعني، ما دام كسب واشتغل بعصام فقال هيكمل بعصام، والله اعلم يعني. لكن شناوي كويس لغايه دلوقتي، ثلاث ماتشات في الدوري ماشي بشكل كويس قوي. شريف اكرامي الماتش اللي فات الحمد لله رجع بشكل كويس، وجمهوره في جنبه وقفه كويسه. لكن انا متهيألي هيبقى عصام هو الماتش الجاي. عصام الحضري، ايه اكتر حاجه يخاف منها الكابتن حازم امام في مباراه الكونغو المقبله؟ لا
لا لا انا خايف منه، ما خافش والله من حاجه، انا خايف بس ماتش اوغندا وغانا هو اللي بس يحصل فيه حاجه. لكن ماتش مصر والكونغو انا مش انا يعني انا متاكد لو اللعيبه دي حست ان الماتش ده يوصلها كاس عالم انا ما اعتقدش ان هم يعني فعلا هيبقى احسن ماتش ليهم ان شاء الله باذن الله. يعني كل واحد هيبقى هدفه ان يوصل كاس عالم، اكيد هتلاقي وحوش في الملعب يعني ان شاء الله باذن الله. صحيح. طب مش هينفع حضرتك تبقى معايا ما اسالكش عن الزمالك ورايك ايه في مستويات نبوشه في الفتره الاخيره ديت تحديدا كمان من بعد ماتش الداخليه تحديدا او انطلاقا من ماتش الداخليه الزمالك رتمه بيرتفع. بص والله انا كنت اول ماتش الدوري بحلله قلت الزمالك نحكم على نبوشه والزمالك تحديدا بعد فتره توقف، كان عنده خمس اربع ماتشات لعبهم او ثلاث اربع ماتشات وكان عنده فتره توقف حوالي اسبوع 10 ايام. بعد كده يقدر نحكم على الزمالك بشكل كبير. الماتش اللي فات برضه في ماتش المصري بين الشوطين كان الزمالك مغلوب وقلت تحديدا يا جماعه يعني قلت انا مش قلقان خلاص على الزمالك ومتاكد ان هو هيعمل الشوط الثاني بشكل كويس لان الزمالك ابتدى يلعب كفرقه. ده اللي بيطمنك ان انت بتتفرج ان الزمالك بيلعب كفرقه مش كان واحد كويس. وده الفرق بين الزمالك السنه دي والزمالك السنه اللي فاتت، ان هو السنه اللي فاتت انت لو شيكابالا كويس بتلاقي الفرق جامد، او لو مش كويس ما بتعرفش توصل للجون، او بتلاقي مثلا لو ايمن حفني فهي دايما بتعتمد كنت على فترات لعيبه هم باينه في الملعب كويس. صحيح. لكن ما عنده اكتر من مفتاح يعني عنده مدبولي وعنده اللي عمل الطفره في الملعب من وجهه نظري يعني الثلاثه الديفندرات اللي في نص الملعب اللي هم مسمى ديفندرات لكن لعيبه الكوره اللي هو خاصه داوده ورؤى هم اللي بيزيدوا دول وجهه نظري هم اللي عاملين اضافه كبيره جدا جدا للعيب نادي الزمالك هجوميا، هم دول اللي بياخدوا الكوره من النص وبيطلعوا بالكوره. كانت مشكله الزمالك يا ابراهيم؟ ده بيلعب على الاطراف صحيح من الهجمه من عند شيكابالا او تبني الهجمه من الناحيه الثانيه رفعت، لكن الحته اللي في القلب دي ما حدش بيكمل فيها. الزمالك ما اعتقدش السنه اللي فاتت جاب ولا جون شوطه مثلا بره 18 في مره ولا اثنين، لكن دلوقتي بص هتلاقي دايما وعبد الله جوه معاه الكوره هتلاقي رؤى وداوده مكملين قافلين ما بين النص الملعب وال 18 المنافس بلس راس حربه بلس الناحيه الثانيه اللي فيها مدبولي، فعندك خمس ست لعيبه بتهاجم بلس ان في طرف من الطرفين بيهاجم كل دول بيهاجموا، فانت خلاص بقى عندك لعيبه وعندك فرقه بتلعب كوره مش واحد بيلعب كوره كويس او واحد انت عايش عليه. طول ما انت عندك فرقه انا بشوف ان انت على الخط الصحيح يعني، فانا وراجل انا بسمع عليه راجل كويس جدا علاقته بالناس كلها كويسه مدرب كويس، يعني انا من اول يومين اللعيبه بتقول لي بيمرنا كويس بيمرنا كل كوره وبيمرنا في لعب هجومي وحتى هو لو تلاحظ شغله يعني ما بيخافش قوي بيلعب دايما على المكسب ودي مهمه جدا، ده هو ده نادي الزمالك يعني. هي كمان الميزه كمان الميزه اللي خارجه كمان من المعسكر حاجتين، الحاجه الاولانيه ليها علاقه بانه الراجل بيوقف التمرين اكتر من مره بيصحح مراكز معينه ويصحح تمركزات، والحاجه كمان مهمه انه بيتكلم مع اللعيبه يعني اللي ما بيلعبش بيتكلم معاه واللي بيلعب بس مستواه مش جايب التوب فورم كمان بيتكلم معاه، انا بشوفها ميزه هتفرق كتير مع لعيبه نادي الزمالك علشان ايجاد وعوده الحب تاني اللي كان موجود في موسم 2014 2015 كابتن حازم. وبعدين دايما لما فرقه بتكسب يا ابراهيم بيبقى اللعيبه اللي بره ما عندهاش وقت تمس وتاخد جنب وانا عايز يخش في عايز يخش في الـ في الـ عايز يطلع في الصوره عايز يطلع في الصوره عايز يطلع في الصوره عايز يخش في الحته اللي فيها مكسب والناس بتتكلم كويس، فمحدش هيتمس ومحدش هياخد جنب لا كله هيبقى عايز يتمرن عشان اخش كمان. الحاجه الثانيه كمان الكويسه بصراحه ودي ما بتحصل يعني بقى لها فتره كانتش موجوده في الزمالك ان دايما مدير الفن الاجنبي بيجي بيبقى واخد معاه واحد ومش عايز يعني ما بيثقش في اللي حواليه قوي او ما بيديلهمش، لكن هتلاقي علاقته بكابتن طارق يحيى ومدحت مثلا علاقه جميله جدا ووثق فيهم وده يمكن اللي خلى ان يقرا الزمالك بسرعه ان وثق ان كابتن طارق مدير فني كبير ما بيمسك فرق لوحده، فلما جه قال له ده كويس ده كذا ده كذا اللاعب المصري كذا احنا عايزين كذا احنا الزمالك لان يعني واحد كابتن نادي الزمالك فعارف الناس دخل ازاي وهو راجل تقبل ما خدش بقى الكلام على ان ده مدير فني جاي ممكن يزقني فانا هديله كتف، لا يعني الامور بينهم طيبه جدا وبيسمع للكابتن طارق ودي مهمه جدا جدا ان انت لازم واحد اجنبي جاي في حته جديده لازم يبقى اللي جنبه عنده امانه صح يبقى هو يثق فيه، وده اللي حاصل بصراحه مع كابتن طارق وكابتن مدحت عاملين دورهم بشكل رائع يعني. اعتقد الزمالك بكل التفسيرات اللي حضرتك بتقولها ديت يبقى له شان الموسم ده وطول ما الزمالك فايق طول ما احنا عندنا دوري مميز مع الاهلي ومع الانديه الكبيره. طيب في عام الانتخابات يثار كل فتره انه كابتن حازم امام يترشح على مقعد رئاسه نادي الزمالك، هل ده صحيح ولا لا؟ في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله لكن مش دلوقتي يعني حتى الان انا في اتحاد الكوره هدفي كاس العالم وده هدف مصر كلها وبما فيهم نادي الزمالك ونادي الاهلي ونادي الاسماعيلي ان احنا نوصل كاس العالم
صحيح. فده اللي والله في دماغي حاليا يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. هتسيبوا الكابتن مجدي عبد الغني يرقص بعثه منتخبنا الوطني لما نروح ان شاء الله كاس العالم ولا لا؟ هو قال كده صح؟ بس يعني هشوف معاه الموضوع ده يعني. بس احنا نوصل يا ايما نطلع على حسابنا حتى مش مشكله، بس صحيح. هو المفروض الدور يبقى على حضرتك صح يا كابتن حازم؟ والله ما اعرف انا يعني ما اعرفش السفريات، بس يعني عارف ايه، لو وصلنا انا اطلع على حسابي مش فارقه، نطلعه هو كلنا على يعني اي حاجه. والله ما في جمالك. كلنا هنطلع. والله ما في جمالك يا كابتن حازم. ربنا يكرمك ويوفقك دايما ودايما عند حسن ظن الجميع. انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حازم امام نجم نادي الزمالك وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. شيك كده ورمز ابن رمز يعني الكابتن حازم امام ده، حاجه كل مره لازم اقول عليه كده وافضل اقول عليه كده. في ناس مش تعرف تختلف عليها ولا على قيمتها ولا مقامها بالنسبة لجماهير مصر كلها. نادي الزمالك واحد من أهم وأبرز رموزه المحترمين المأصلين كابتن حازم إمام. طيب وكمان الراجل يتحمل دائما حملات شرسة، بس هو شاطر، بيعرف يخرج منها كويس، وشطارته إن جمهوره دائما هو اللي بيرد عنه. مش هتلاقي ده غير الناس اللي الناس عارفه كويس قيمتهم يعني. اتحاد الكره بيستقر على تعيين الكابتن ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الاولمبي. ده خبر من الاخبار السعيده بالنسبه لنا الحقيقه، لانه كابتن ايهاب جلال واحد من المديرين الفنيين اللي مش بس يعني هتقال عليه كلمه مميزين كده كجمله تصف دوره، انما هو بيعرف يطور اداء اي حاجه، اي فرقه اديله اي فرقه هيعرف يطور ادائها. شوف المقصه، شوف الشغل التصاعدي على مدار 3 سنين. المقصه كانت تقريبا بتغير اهم العناصر اللي موجوده فيها، واللي بيجي يخش في المكان واللي بيجي يخش ويطلع احسن حاجه منه. وهو ما شاء الله المقصه بقى هو مصدر اللعيبه بالانتاج الجديد بالشكل الجديد للدوري المصري. يعني الاهلي والزمالك اكتر حاجه بياخدوا منها بياخدوا من مصر المقص. وشوفوا الاسماء وشوفوا تالقهم وشوفوا الاهلي والزمالك بيتعامل معاهم ازاي، حتى كمان على الامور الماديه. المنتخب طبعا هياخد بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه اللي بتنظمها مصر، وده طبعا هيستدعي ضروره سرعه تشكيل الجهاز الفني. هيعمل انجاز محترم زي ما كان الكابتن هاني رمزي برضه وصلنا لكاس العالم، كاس عفوا للاولمبياد بعد فتره غياب كانت وصلت ل 20 سنه تقريبا. الغرامات يا سيدي، اتحاد الكوره غرم كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، وغرم كمان الجهاز الفني للمصري الزمالك كمان. لجنه المسابقات بالاتحاد قررت توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قيمتها 10,000 جنيه، ده للسب الجماعي من المرافقين للنادي ضد المدير الفني للنادي المصري. 10,000 جنيه شتم، 10,000 جنيه بس عارفين القايمه او عارفين الدنيا ماشيه ازاي. اشتم، غرامة 10,000 جنيه. الناحية التانية اللجنة قررت تغريم كل من كابتن ابراهيم حسن مدير الكرة وكابتن حسام حسن مدير الفني لنادي الزمالك 10,000 جنيه لإثارة المرافقين للزمالك وعدم الالتزام بمقاعد البدلاء. فيتساوى هنا الشتيمة بالإثارة. أنا ما أقصدش حاجة، بس كل اللي أنا عايز أقوله أنه بطلوا العقوبات الدبلوماسية السياسية التوازنية اللي بالمهلبية. مفيش حاجة كده يعني، مش 10,000 هنا و 10,000 هنا وعدي الجو عشان احنا مش عايزين بقى ها ولا ايه؟ الناس فاهمة، مبقاش حلو يعني، مبقاش حلو. فلو الغلط غلط ادوا له غرامة، ادوا له عقوبة كاملة يعني جامدة تستحق. لكن تقول لي يا اسطى 10,000 جنيه هنا عشان اتشتموا و 10,000 جنيه الناحية التانية عشان اثاروا الناس واثاروا حفيظه الوئام من على دكه البدلاء. وفاه والد مدرب المنتخب الارجنتيني بيرفض السفر، دي لفته من اللفتات الطيبه. والده فانتا مدرب المنتخب الوطني توفت عن خالص التعازي لفانتا. خدوا بالكم، واحد يعني من منظومه العمل داخل الجهاز الفني المنتخب مصر المخلصه جدا جدا فانتا. بيبذل مجهود كبير جدا ومهم جدا بالنسبه لهكتور كوبر ومهم جدا بالنسبه لمنتخبنا الوطني. فالراجل حرصه الشديد رغم انه عنده يعني ظرف، وظرف يعني اليم، مفيش اصعب من فقدان الام. طبعا نتقدم بخالص التعازي لفانتا مدرب منتخبنا الوطني، لكن الراجل قال لك انا بجهز علشان المعسكر بتاع منتخب مصر.
اللي هيبقى فيه مباراة مهمة جدا يوم 8 أكتوبر. اللي زي ده بإخلاصه ده المفروض والطبيعي إن احنا نشيله على راسنا من فوق. مباراة الأسيوطي مع الأهلي والزمالك باستاد أسمنت أسيوط، خلاص الأسيوطي لما يلعب الأهلي والأسيوطي لما يلعب الزمالك اتنقلت مباراتهم خلاص لأسمنت أسيوط. الأسيوطي مع الزمالك يوم الخميس 28 ديسمبر 2017 ومع الأهلي يوم 15 فبراير 2018، الاثنين هتلعبوا في ملعب أسمنت أسيوط. آخر حاجة بقى، ملعب الجيش بالسويس هو اللي هيبقى فيه مواجهتين الاهلي والزمالك. المقاصه لجنه المساعدات قررت اقامه ماتش المقاصه والاهلي يوم الاثنين 30 اكتوبر 2017 ومع الزمالك يوم 4 مارس 2018 باستاد الجيش في السويس في منطقه حوض الدرس. يا رب اكون بنطقها بشكل صحيح. خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في الحريف، اخبار الاهلي واخبار الزمالك وكواليس كل الأندية المصرية، وهيبقى عندنا طبعا بكل تأكيد فقرتنا العالمية. خليكم معانا. الزمالك المصري، نعم انه كبرياء ذاتي، نعم انه اصالة فريق. الزمالك اسمه مهما غاب يبقى ساطع في سماء مصر، انه العراقة هو الكاري. نبتدي معاكم اخبار نادي الزمالك بملف التجديد لعدد من اللاعبين. يمكن كنا اتكلمنا عن طارق حامد وعلي جبر وقلنا انه الاثنين لعيبه ما عندهمش مشاكل خالص في التجديد لنادي الزمالك. نفس الامر بينطبق على احمد توفيق اللي اتفتح معاه الكلام من خلال المشرف العام على كره القدم بنادي الزمالك احمد مرتضى، واللي طلب احمد توفيق انه ياجل شويه الحديث في الموضوع ده. طبعا مش رافض انه يجدد لنادي الزمالك، ولكن الكلام على التركيز في الفترة دي. طبعا احب اللعيبة جدا اللي بيهمها في المقام الاول انها تبقى موجودة مع الفرقة، تشارك بصفة اساسية، تأدي بشكل كويس، وبعدين موضوع التجديد ده لا محال هيحصل. نيبوشا بيحدد برنامج نادي الزمالك خلال فترة التوقف. الكابتن ايمن حافظ المدير ورئيس الجهاز الاداري بنادي الزمالك قال انه الراجل طلب فترة التوقف طبعا اللي هيكون فيها منتخبنا الوطني قبل مشاركته مع اوغندا يوم عفوا مع كونغو يوم 8. طلب انه يوم 6 ويوم 7 اكتوبر اللي جايين ان شاء الله يلعب ماتشين وديين. تم الاتفاق منهم على مباراة ودية هتبقى مع طلائع الجيش يوم 6 اكتوبر، وفي مباراة تانية شغالين عليها في نادي الزمالك. ده وفقا لطلبات الراجل، وهيدي الفريق راحة لمدة 3 ايام قبل انطلاقة المعسكر اللي هيبقى موجود ان شاء الله. لقاء مهم مع المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بيتكلم فيه عن الزمالك والفريق وأحواله، وأيضا كمان بيتكلم عن فرص وحظوظ النادي الأهلي في البطولة الإفريقية. تعالوا نتابع مع بعض. أنا شايف الحقيقة، يعني أنا يمكن هرجعك ورا شوية. يوم ما اتغلبنا من مصر وخرجنا من الكاس، المستشار مرتضى أنا كنت معاه في اسكندرية وقال لي إحنا كده قفلنا الباب خلاص بالنسبة للكاس، هنتفرغ الأسابيع اللي جاية والوقت اللي جاي إن إحنا نعيد بناء نادي الزمالك تاني. وفعلا أعتقد إنه عمل مجهود كبير جدا وجاب الصفقات الجديدة اللي هي الحمد لله الناس النهاردة زي ما حضرتك بتتكلم بتشيد بيها. اتمنى طبعا ان هم يكملوا المشوار، لسه مشوار طويل لكن البدايه مبشره. متفائل خير ان شاء الله بالنسبه لفريق الكوره، شايف ان الصفقات الجديده حصلت عمليه التفاعل والانصهار مع نيبوشا بالظبط. وانا شايف ان الحقيقه شخصيه برضه المدير الفني وله كل الصلاحيات، شايف انها شخصيه متجاوبه جدا مع اللعيبه، فاهم صغر سنه برضه مش صغير قوي يعني في الاربعينات لكن بيخليه قريب من اللعيبه.
انا بعتبره حريف كوره، يعني حريف اداره، حريف تمرين، وزي ما قلت لك المشوار طويل. في ظل العلاقات الجيده ما بينكم وما بين اداره النادي الاهلي، طبعا انا شايف ان في ارساء للروح الرياضيه، شايف مشوار النادي الاهلي في افريقيا ان شاء الله وهو داخل على نصف النهائي دوري ابطال افريقيا؟ هو هيبقى عنده منافس قوي النادي الاهلي، انا بهنيه الاول طبعا بعقبه الترجي ان هو عداه، هيبقى عنده منافس قوي. اعتقد لو باذن الله النادي الاهلي عدى نجم الساحلي هيبقى فرصه لا تقل عن 90% في النهائي، لان في النهائي الفريق اللي عنده الخبره، الفريق الثقيل اللي خد بطولات دايما الكفه بتنحاز له، التاريخ بيقول كده يعني. فباذن الله مشواره، بس هو يعدي النجم الساحلي اعتقد بعد كده فرصه هتبقى قدامه كويسه ان هو ياخد كاس افريقيا. كلام مهم من المهندس هاني زاده عضو مجلس اداره نادي الزمالك. خلونا برضو نكمل اخبارنا. نيبوشا بيحصل على اجازه، الاجازه اللي هيبقى فيها فتره التوقف دي اللي هي 3 ايام، هيسافر فيها لبلده ويرجع تاني بمشيئه الله يوم 3 اكتوبر هيرجع، وماركو هيرجع يوم 5. ماركو ده هو مدرب الاحمال اللي موجود في الفريق. خلاص حصل تأكيد نهائي هو على إمكانية وجاهزية علي جبر للمشاركة في مباراة إنبي المقبلة اللي هتتلعب يوم الجمعة، وفقا لتصريحات الكابتن طارق يحيى المدرب العام للفريق، وقال واللي قال إنه علي جبر مهم جدا يبقى موجود في اللقاء ده، وقال إن هم جاهزين وتم تجربته ويبقى الأمر كله متروك بقى للجهاز الفني وفكرته في إنه علي يبقى موجود من عدمه في هذا اللقاء. طيب نجوم نادي الزمالك وكبار النقاد الرياضيين بيتكلموا عن مسيرة نادي الزمالك الموسم ده تحت قيادة نيبوشا ومدى نجاح هذا الرجل مع منظومة العمل اللي موجودة مع مجموعة اللاعبين الجدد بالكامل. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. انا بقول للزمالك عمل صفقات كويسه جدا، مدرب كويس جدا، ان شاء الله باذن الله يحصل على البطولات اللي هي تنافس او تدي رغبه النادي الزمالك سواء اعضاء او لعيبه او جماهير ان شاء الله. لا طبعا في بالبدايه كويسه، بدايه ستارت كويس، في مدير فني اجنبي، لعيبه جديده عندها طموح البطوله، نفسها ان هي تكون رقم واحد تحضر على البطولات. البدايه النهارده اول الزمالك كان بيبارك الدوري بدري، ده شيء كويس ايجابي رغم ان احنا لسه بدايه الموسم، لكن مشوار طويل. الميزه ان في اكتر في كل مركز واحد واثنين، وده شيء كويس، ده اللي عملناه في 2014 كان البدائل محترمه جدا. اهم حاجه يكون عندك البديل الكفء بنفس المجهود الاساسي. اتمنى ان شاء الله الاداره فقط توفر الاستقرار للفريق الفتره القادمه. ده لا صعب انك تحكم على نيبوشا ولا غيره مع 3 ماتشات ولا حتى بعد البطوله العربيه اللي هو قدم على الفيصلي. كل فريق له ظروفه، يعني نجاحه مع الفيصلي مش شرط انه ينجح مع النادي، بدليل ان مورينو قد ينجح في مكان ولم ينجح في الاخر. نيبوشا استنى عليه لما يواجه اكتر، لما يلعب اكتر من مباراه ويواجه الظروف مختلفه، انديه مختلفه، اساليب لعبه مختلفه، عشان اعرف هو اسلوبه مع الزمالك ايه، واهم حاجه ازاي يقدر يستغل كل الامكانيات والاوراق الكتيره اللي عنده ديت. نيبوشا عنده اوراق ما شاء الله ما شاء الله، هنا قدرته، يعني قدرة المدرب تبين مش لما يكون عندك لعيبه قليلين، لما يكون عندك لعيبه كتيره بنفس القدرات دي. نيبوشا مدير فني كويس من قبل ما يجي الزمالك، وقدم اوراق اعتماده للكره المصريه من خلال مبارياته مع الفيصلي في البطوله العربيه وايضا مع الفيصلي في الدوري الاردني. الزمالك مختلف وشكله كويس، ويحسب لنيبوشا بقى كمدير فني كبير حاجه مهمه جدا، يحسب لنيبوشا ان الراجل المفروض لما تكون عندك فرقه قوامها كله لسه متجدد يعني يدخلوا في الفورمة بعد 5-6 جولات، النهارده الزمالك من تاني جولة وتالت جولة داخل في الفورمة، ده شغل مدير فني، فأعتقد إن نيبوشا بصماته باينة، مش هنقيمه بالقطعة ولا حاجة، لكن إزاي يعمل الانسجام وإزاي سرعة الانسجام، فبالتالي نيبوشا مدير فني رائع جدا ومميز جدا، قدر يعمل الانسجام بين فرقة كلها عناصرها جديدة، وأنا بقول لك أي فرقة عشان تبدأ تقول فيها انسجام من 5 ل 6 أسابيع، لا، ده النهارده من الأسبوع التاني نيبوشا عامل يعني بصراحه شكل كويس جدا جدا مع الفريق. شايف انك مستعجل عليه لو حكمت عليه دلوقتي؟ لحد دلوقتي هو ناجح مع نادي الزمالك، مقدم مباراه رائعه، هو محتاج يثبت تشكيله، لسه ما اتعرفش على كتير من اللعيبه، محتاج يثبت تشكيل. هو قال انا هثبت تشكيل الفتره المقبله ويكون التغيير على اضيق الحدود بالنسبه لنادي الزمالك. انا شايف ان هو لحد دلوقتي ناجح مع نادي الزمالك، وما تحسبش بالقطعه، هو تدي له 4 5 10 مباريات حتى او 10 اسابيع، بعد الاسبوع السابع او الثامن اعتقد الشكل هيتغير بتاع نادي الزمالك الاحسن. ده هو اصلا كمان شكله دلوقتي حلو، كمان نادي الزمالك بيقدم كره كويسه، اعتقد ان كمان الشكل هيتحسن نادي الزمالك. انا مرتاح للفرقه بشكل عام، الشكل والمنظر والكوره اللي بتتلعب
مختلفة جدا عن السنين اللي فاتت. الشكل بتاع الفرقة والطريقة والشخصية اللي بتلعب بها الفرقة دي شخصية الراجل. فلا هو مدرب محترم عنده شخصية بيفرضها على اللعيبة وهم بيأدوا المطلوب منهم وهم تحس في لعيبة نادي الزمالك ان هم عندهم الرغبة والروح دي. خليني اقول لك الشكل السنة دي مختلف تماما. انت بتتكلم في 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 مجموعة لعيبة جت بتهالي يمكن 80% اتغيروا من اللعيبة بتاعت السنة اللي فاتت. فرق في الحاجتين ان كان في هنا مش الطموح قليل شوية، الطموح هنا عالي جدا. بطولة غايب عنها بقالها 3 سنين في السنة دي الثالثة. فأتمنى إن شاء الله تخش نادي الزمالك بالأداء المشرف اللي احنا شايفينه. يا ريتهم الكل كيفك يا اهلي. الاهلي يا لك من اسم، كم وددت وكم تمنيت ان اعلق على مباراه يتواجد فيها اسمك. شرفتمونا يا رجال اجيال واجيال. اسطوره اسم النادي الاهلي. النادي الاهلي بينهي ازمه باكا فيما يتعلق بمستحقاته الماليه المتاخره. الراجل في المفروض 25% ياخدهم من قيمه التعاقد بتاعه، مقدم تعاقد. طبعا الاهلي متعاقد معاه تقريبا من 3 اسابيع، فصرفوا له النهارده 75,000 دولار. واعتمد النادي الاهلي على احد رجال الاعمال الاهلاويه اللي بيمتلك احد البنوك علشان يتم تحويل المبلغ للاعب. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان في اجراءات بتتعلق بانهاء كل التفاصيل بتاعت اقامه اللاعب في القاهره. وليد ازارو بينتظم في تدريبات الاهلي النهارده، كان موجود، كان عنده تقلص عضلي كده حصل له في اخر مباراه الترجي. دلوقتي هو جاهز فنيا وجاهز بدنيا للمشاركه. على مدار يومين كان بعد المباراه مباشره كان بيخضع لفترة استشفاء وعلاج طبيعي لحد ما بقى تمام، وشارك النهاردة في تدريبات النادي الأهلي. بالمناسبة أرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب استبعد أزارو من قائمة الفريق اللي هتشارك أو قائمة المنتخب اللي هتشارك وتستعد لمواجهة الجابون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة. دي اختياراته الفنية. على فكرة وليد أزارو كان جاي النادي الأهلي وهو لعيب دولي، كان ضم اعتقد ماتش او ماتشين بكتير قوي كان لعبهم مع منتخب المغرب. كابتن حسام البدري كالعاده وقبل المباريات المهمه بيعقد طبعا مع اللاعبين محاضره فنيه بيشرح ليهم كل ملامح الخصم. خصم هو النجم الساحلي، فريق عنيد بكل تاكيد. وفي المحاضره طبعا بيبقى فيه وقوف على كل نقاط القوه والضعف في الفريق. يعني اعتقد الاخبار اللي من النوعيه دي خلاص اصبحت اخبار تقليديه، يعني لازم نسمعها ولازم نعرفها، وبقينا فاهمين كويس وقت المحاضرات امتى، وبقى فاهمين كويس كمان وقت المتابعه للعيبه بتبقى عامله ازاي. الاهلي ان شاء الله باذن الله يوم الخميس هيبقى في سوسه استعدادا للقاء اللي هيتلعب يوم الاحد الساعه 7 في الملعب الاولمبي. الاهلي كان اتدرب امبارح الاثنين على ملعب قريب من فندق اقامه البعثه قبل ما ينتقل النهارده للتدريب على الملعب الفرعي باستاد المنزه في الساعه 5:30 مساء. النهارده في القاهره في التتش كان في تدريبات لكل اللعيبه المستبعده من المشاركه مع الاهلي في مبارياته الافريقيه بالاضافه لباسم علي. باسم علي خلاص النهارده كان بيجري حوالين الملعب وكان عنده طبعا شد في الضمه ابعدته عن المران الجماعي خلال الفتره اللي فاتت. واحده بواحده هيرجع. باسم هو واحد من اللعيبه اللي مش محظوظه، هو في كده في لعيبه مش مبخته في نفسها، لعيب مجهوده وفير جدا بس كل ما يجهز وكل ما يلعب يتصاب، يرجع تاني يشتغل على نفسه يلعب له ماتش والتاني ويتصاب.
ما اعرفش حقيقه بيبقى في سوء بخت كده لعدد من اللاعبين. اشترك في المران النهارده بقى الاسماء اللي هقولها لحضراتكم: عمرو بركات واحمد حمدي واكرم توفيق واسلام محارب وعبد الله الشامي وباكا واحمد بيكهام واحمد ريان وايمن اشرف، وكان في تدريبات بدنيه وتدريبات على الكره على مساحات صغيره في الملعب. الحكم اللي هيقود او هيدير مباراه الاهلي والنجم الساحلي هو الحكم اللي ادار مباراه منتخبنا الوطني امام منتخب غانا هنا في مصر قبل بطوله الامم الافريقيه في ماتشنا اللي كسبناه 2-0 والمؤهل لكاس العالم. ماتش ده احنا ما عملناش اي حاجه غير ان احنا رحنا بكورتين جبنا هدفين وكسبنا منتخب غانا. لو اتعاد مليون الف مره الماتش ده احنا مش هنكسبه، يعني مش هنكسبه. لو اي مدير فني تاني موجود باي استراتيجيه ما قدام منتخب غانا غير استراتيجيه هيكتور كوبر مش هنكسبه. الماتش ده انا فاكر كويس قوي قوي علينا فيه، لكنهم بهدفين قدرنا نخلص فيهم اللقاء. الحكم اللقاء ده هو الحكم الجابوني اوتوجو، اهو قدام حضراتكم على الشاشه، وشو حلو علينا يعني احنا متفائلين بيه وان شاء الله باذن الله نتفائل بيه في لقاء الاهلي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي في هذا اللقاء. فاصل سريع وبعد الفاصل السريع هتكلم مع حضراتكم في اخبار الانديه الاخرى ومتابعه لكل كواليسها وكل تفاصيلها. طيب غريبة جدا كرة القدم دي، انتوا حضراتكم متخيلين جون انطوي اللي كان متألق مع النادي الاسماعيلي وكان واخد هداف الدوري، حضراتكم متخيلين في فترة تألقه دي وفي أوج عظمته لم ينضم لمنتخب غانا. النهاردة كواسي إبيا المدير الفني للمنتخب الغاني بيقرر ضم جون انطوي لقائمة المنتخب القائمة المبدئية لمنتخب غانا اللي هتلاقي منتخب أوغندا. تفصيلة يعني يمكن غريبة شوية، لكنه جون انطوي ماشي بشكل كويس، بس طبعا احنا بنتكلموا في قائمة مبدئية احتمالات انه ما يكملش فيها هيبقى كبير جدا، لكنه برضو من ضمن الأمور أو من ضمن الأخبار المهمة جدا بالنسبة لي. طيب انا معايا على التليفون نجم مصر ونجم نادي الزمالك كابتن احمد حسام ميدو. يا كابتن ميدو مساء الفل واهلا وسهلا بيك، وحشنا كتير جدا. مساء الفل يا ابراهيم، اخبارك يا ابو الكباتن؟ انت اتغريت على فكره. ما ينفعش متغرى على الناس كلها الا انت، انت حبيبي. ربنا يخليك، عامل ايه؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس زي الفل الحمد لله. طيب عايز اتكلم معاك في امور كتير جدا جدا، بس العلقة اهمها هو منتخبنا الوطني. شايف ازاي المقابله اللي جايه قدام الكونغو والعناصر اللي اصر عليها هيكتور كوبر؟ انا طبعا شايف ان نتيجه المباراه اللي قبليها بيوم هتبقى ليها عامل كبير في اداء لعبتنا والدوافع وحاجات كتيره جدا. يعني انا شايف ان احنا حظنا حلو جدا الحمد لله، ان الماتش ده قبلنا بيوم مش بعدنا. صحيح، لان الماتش ده لو كان بعدنا كان هيبقى فيه ضغط كبير جدا على اللاعبين. خلينا نتمنى الاول ان نتيجه المباراه الاولى تساعدنا ان شاء الله، خلي اللعيبه تلعب بحافز اكبر ودوافع اكبر وتلعب من يعني بضغوط اقل. ولو حصل ده اعتقد ان شاء الله يعني يبقى ربنا كتب لنا خير يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كان ليك تعليقات وتعليق مهم جدا على عمرو مرعي وضروره انضمامه لمنتخب مصر، هل بتشوف انه هيكتور كوبر بالمجموعه اللي اختارها وانه ما اختارش عمرو مرعي في الفتره ديت ممكن في يوم من الايام يضم عمرو مرعي ولا فرصه تتقلص؟ لا هو اكيد هيضم عمرو مرعي، يعني
ممكن يكون هو شايف ان في ضيق وقت لاختيار لعيبه جدد، رغم ان انا شايف ان فرق المستوى بتاع عمرو ما بين الاثنين مهاجمين الصراحه اللي اتضموا فرق رهيب، فرق رهيب لصالح عمرو مرعي. صالح عمرو انا اتفرجت على كان يعني على فكره في الاستوديو التحليلي بتاع المباراه الاخيره ماتش مصر واوغندا، انا قلت ان عمرو مرعي لازم ينضم انه افضل مهاجم في مصر النهارده قبل حتى ما يلعب مع النجم التحليلي. النهارده الاداء اللي ادى بيه امام اهلي طرابلس واحتماليه تالقه امام الاهلي المصري يعني ده بيحط الجهاز المنتخب تحت ضغط كبير في حاله عدم ضمه. ولكن يعني النقطه اللي الجهاز بيتكلم فيها ان الوقت قصير مش عايزين يبقى فيه تغييرات. نتمنى ان المباراه تبقى سهله ما تبقاش اسئله سهله ما تبقاش محتاجه يعني مهاجم زي عمرو مرعي، رغم ان الفرق كبير، فرق فنيا كبير جدا يا ابراهيم. ايوه جدا. ما اعرفش اتفرجت على ماتش اهلي طرابلس ولا لا. شفته انا عارف عمرو كمان من الموسم اللي فات يا كابتن. لا يعني فرق كبير بينه مستواه. طبعا عمرو جمال مهاجم كويس جدا وكوكا مهاجم كويس جدا، ولكن فرق كبير جدا. عمرو مرعي دلوقتي واصبح واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين على الساحه يمكن في الوطن العربي كله والدوريات العربيه كلها. قناعتك بيه دي اعتقد شهاده بالنسبه لعمرو مهمه. والله يعني لا ماشي، بس يعني صدقني يا ابراهيم الراس حربة المميز يعني صعب جدا تلاقيه، ده نمره واحد صعب جدا تلاقيه، نمره اثنين بيبقى سهل جدا ان انت تقيمه. مش محتاج يعني راس حربة المميز اللي هو ليه خصال معينه وصفات معينه بتبقى سهل جدا ان انت تقيمه، بيبقى سهل جدا ان انت تعرف الراجل ده ايه امكانياته. فوقان اللعيبه المحترفه كلها يأثر بنسبه قد ايه؟ يعني ما شاء الله احنا دلوقتي صلاح ماشي بشكل كويس، حجازي والنني متالقين مع انديتهم المختلفه في اوروبا، يفرق معانا بنسبه قد ايه من وجهه نظرك؟ طبعا 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 طبعا. يعني احنا جالنا وقت كان في معظم لعيبتنا المحترفين ما بتشاركش بصفه اساسيه، دلوقتي ما شاء الله تريزيجيه بيشارك مع فريقه بشكل جيد، صلاح متالق، النني بيشارك بشكل مستمر، حجازي بيشارك بشكل مستمر، كريم حافظ بيشارك بشكل مستمر مع لانس، ما اعرفش مش عايز انت حد، عمرو جمال بيشارك بشكل مستمر مع بدر. صحيح. فطبعا ده يعني هيدي افضليه للعيبه اللي بتاعتها تبقى فيت، تبقى ماتش فيت، تبقى جاهزه للمباريات ورجليها جوه الملعب. لكن زي ما بقول لك يعني نتيجه المباراه اللي قبليها بيوم هتبقى ليها عامل كبير جدا. صح صح صح. هي المفتاح يعني. الاهلي ازاي يكسب النجم الساحلي بعد المباراه والمجهود البدني والذهني اللي بذله في مباراه الترجي في تونس؟ انا اول حاجه في فرق كافي جدا، فرق اسبوع ده فرق كويس جدا ان انت تعمل الريكفري بتاعك والمستشفى وانا شايف ان القرار جيد جدا ان الفريق قعد في تونس. يعني انا شايف ان الاهلي بعد الفوز على الترجي واخراج فريق كبير بحجم الترجي هيبقى عنده ثقه كبيره، لعيبته عندها ثقه كبيره، الدفع المعنوي موجود يعني. فانا شايف ان الفرق بس ان ما ننساش ان الماتش الترجي في تونس كان ماتش عوده والماتش ده ماتش ذهاب، فبالنسبه للمدرب بتبقى حسابات مختلفه تماما. حسابات مختلفه تماما عن ماتش الترجي. اعتقد ان اللي هيبقى الهدف الرئيسي للكابتن حسام هو عدم استقبال هدف، محاوله ان هو يقفل الاتحاد بشكل كويس جدا ويلعب على الهجمه المرتده واستغلال الكرات الثابته بشكل جيد. يعني الاداء اللي لعب بيه الاهلي في مباراه الترجي اكيد هيبقى مختلف عن النجم الساحلي، ملعب مختلف، مساحته مختلفه، ملعب ضيق، فرقه مختلفه، فهيبقى ماتش مختلف يعني. ناوي تشجع مين؟ انا سمعت انك هتشجع الاهلي في الماتش ده، صحيح؟ هما الاثنين لابسين احمر. طيب ناوي تشجع مين؟ مش هتشجع حد. مش هتشجع حد. هتشجع اللي لابس احمر في اليوم ده، بيتهيألي بقى المرة ممكن يبقى الاهلي، بيتهيألي يعني ممكن يبقى الاهلي. طيب خلينا اسال. يا سيدي يا جماعه بس واحده واحده، انا عارف، انا بسال في جزء ايه اللي حصل؟ ما فيش، اصل هم بيقولوا لي بيقولوا لي النجم هيلبس احمر في الماتش ده، فهم ما مش عايزين يغلطوك وانا مش عايز اغلطك، فبقول لك الاهلي يعني عايز اخدك في السكه دي. مش عايز اغلطك والله، انا عايز اروح في السكه بتاعت الاهلي، انت عارف انت حبيبي. انا عندي جزئيه كمان عايز اتكلم معاك فيها بتخص وادي دجله تحديدا. بنسبة قد ايه راضي عن الفريق؟ انا عارف انك بتغير طريقة اللعب وعارف انه عندك مجموعة لعيبة جدد ومميزين، عجبني جدا يوسف وطارة بقى لعيب هايل ما شاء الله يتبني عليه كمان، بالاضافة لمجموعة اللاعبين اللي موجودين. قناعاتك وهل قلقان على الفرقة الموسم ده ولا لا؟
لا يعني طبعا احنا جدول الدوري بالنسبه لنا جه مش سهل، جدول صعب. بالنسبه للفريق عنده 13 لعيب جداد او 12 لعيب جداد، احنا عارفين ان احنا مش هنوصل لافضل مستوى لينا الا بعد 7 أو 8 مباريات، وده طبيعي. مش قلقان الحقيقه، لعبتنا يعني رغم ان في اخطاء، رغم ان ماتش طنطا يعني كان فيه مشاكل كتيره جدا بسبب استقبال الهدف المبكر اللي استقبلناه، ولكن يعني اللعيبه ابتدت ان هي تحفظ اللعب. ماتش امبي عملنا ماتش كبير وكان فيه ايجابيات كتيره جدا، ولكن اكيد يعني مش ده المستوى اللي انا مستنيه، مستني ان احنا نتطور بشكل اكتر. ولكن الحقيقه اللعيبه يعني اللعيبه ملتزمه بشكل كبير، بتنفذ بشكل جيد، وان شاء الله يعني مستوانا هيتطور من مباراه للثانيه. وما عندناش استعجال، لان احنا بنقول ياما فرق كتيره جدا بدات الدوري بشكل جيد وبعد كده تغير اقل وخفية. فبدايه الدوري دي صعبه جدا مش سهله، يعني دايما بتبقى صعبه. فان شاء الله عندنا ماتش اسبوع، الماتش اللي جاي نقدر نعدل فيه ونقدر نرجع للفوز مره ثانيه. احنا عندنا هزيمتين وفوز امام فرقه صعبه مش سهله. ملعب طنطا مش سهل. طنطا السنه اللي فاتت متعادل مع المقاصه، كسبان سموحه في طنطا، كسبان المصري في طنطا، كسبان متعادل مع الزمالك 0-0، مغلوب للاهلي بضربه جزاء. فريق مش سهل، فريق كابتن خالد عيد عامل فريق منظم، وقدروا ان هم يلعبوا على اخطائنا. ولكن ان شاء الله الماتشات اللي جايه للفريق هيبقى شكله مختلف ان شاء الله باذن الله. عارف انه في علاقات طيبه جدا بتربطك بالكابتن حسام حسن، ونفس الامر برضو بالكابتن طارق يحيى. هل ممكن نشوف وساطه من الكابتن احمد حسام ميدو ينهي الازمه الاعلاميه اللي يعني ما كانتش على خير خالص على الهواء مباشره بين النجوم ديت، ولا لا يا كابتن؟ والله نتمنى طبعا، يعني يا ريت لو في فرصه ان احنا نعملها، يا ريت. يعني كابتن حسام وغيتوبايل وكابتن كبار ونجوم كبار، وكابتن طارق يحيى راجل نجم كبير، وراجل يعني طارق يحيى ده يعني اللي ما حضرش طارق يحيى بيلعب ما شافش، يعني لعيب كبير جدا، لعيب كبير، وفريق نادي الزمالك العظيم اللي في اخر الثمانينات ده كان فريق مش هيتكرر. طب ما انت قود المبادره واحنا في ظهرك، يعني قود المبادره وانت نجم كبير ومحبوب يعني. طبعا اتمنى، انا طبعا هتكلم مع كابتن ابراهيم، ولو في اي بادره ان ممكن ان يحصل لقطة تتصلح، اتمنى ان انا اكون يعني العب الدور ده. اوعدك يعني ان انا اكلم الطرفين واشوف ايه اللي هيحصل، وتبقى حاجه عظيمه منك زي ما احنا متعودين يا كابتن ميدو، تبقى حاجه حلوه منك. انا بشكرك شكرا جزيلا. الليجا السنه دي بتاعت برشلونه، نعم الليجا السنه دي بتاعت برشلونه. بص يا ابراهيم انت كنت لسه من شهر كنت مستخبي وكنت عمال تعيط، والله العظيم انا كنت بحلل الماتش بتاع الكلاسيكو من الملعب، الماتشين كنت صعبانين عليا، والله كنت صعبانين عليا. عمري ما شفت برشلونه حصل كده. خلاص مش قادر امسك نفسي، ماشي خلاص لازم يطلع لنا صوت. ما هو برضه في فرق نقاط، لازم يطلع لنا صوت كده. ما هو كده انا عارف ان هي رايحه لريال مدريد، فخليني يعني اصيد شويه في الزيطه من نفسي شويه، ولا ايه؟ لا بس يعني برشلونه يعني برضه درس ازاي ان هم قدروا ان هم يحولوا الدفه بشكل كويس. ورغم الاداء السيء في الماتشين بتوع السوبر، الا ان كان في هدوء كبير جدا حوالين المدير الفني. الراجل رئيس النادي طلع قال ان احنا بنبني مشروع مع المدير الفني الجديد مع فالفيردي، وان احنا ما فيش اي تفكير ان احنا يبقى في اي تغيير ولا اي حاجه. هي دي القصه يا ابراهيم، ان انت النهارده لما حتى وانت ماسك برشلونه بدايه الشغل، وان محتاج وقت ان الناس تحفظ شغلك، وكل فرق العالم بتمر وكده. صح. يعني عندنا في مصر يا ابراهيم تكسب ماتش تلاقي لك يقول لك ميدو افضل مدير فني في الدوري، تخسر ماتش يقول لك يا عم ما ميدو بيحلل ما بيدربش. يعني الماتش الجاي نكسبه هيقول لك والله ميدو عمل ماتش كبير. يا جماعه تقييم المدرب ميدو بيقول لك ايه بقى؟ هيقول لك ايه؟ ميدو عمل ماتش كبير جدا وما شاء الله عليه، بيعرف يعمل كل حاجه، بيعرف يحلل ويعرف كمان يبقى مدير فني متميز. عارف انت الازدواجيه في المعايير. يعني بص الناس يعني انا طبعا يعني الحمد لله ربنا اداني القدره دلوقتي ان انا ما بسمعش كتير، والحمد لله برضو بحاول على قد ما اقدر ما اتكلمش كتير، ما يعني حاجه. ولكن بتشوف تغيير الناس، يعني يوم تلاقي الناس بتقول لك، يعني الماتش اللي احنا خدنا فيه ماتش امتي كانوا مرشحيني افضل مدرب في الجوله. ايوه الماتش اللي بعديه اتغلب من طنطا، لقيت لك ناس بتقول لك يا عم ازاي بقى، طب هو بيطلع بقى يحلل ويقول لك كلام اهو، طب ما بيوريناش ليه في الملعب.
يعني التدريب مش كده ولا تقييم المدرب مش كده. صحيح. انت يعني الموضوع محتاج هدوء شويه على اللونج ران وانت ماشي بشكل مميز يا كابتن ميدو، وربنا يكرمك ويوفقك. ربنا يخليك يا فندم. اشكرك اشكرك شكرا جزيلا نجم نادي الزمالك والمدير الفني المميز كابتن احمد حسام ميدو، وكلام مهم جدا. اهم حاجه بالنسبه لي لو 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 كابتن ميدو هيعمل المبادره دي تبقى حاجه عبقريه على الهواء مباشره، ان هو يعني الراجل تعهد انه يعني يتكفل بالاتصال الهاتفي بالكابتن احمد بالكابتن حسام حسن، وهو عنده علاقه طيبه جدا بالكابتن حسام حسن، واحنا في ظهره ومساندينه، والمبادره هي من البرنامج كمان، والكابتن طارق يحيى واحد من الاسماء المهمه جدا في كره القدم وفي نادي الزمالك ورمز من رموز مصر، ما فيهاش كلام برده، ما فيهاش كلام. طيب خلونا عظيم عظيم، خلونا برضو نروح للنادي الأهلي ونطمن على بعثة النادي الأهلي في تونس. قولوا لي معانا على التليفون الزميل محمد البرعي، وهو المسؤول عن الموقع الرسمي للنادي الأهلي ومصاحب لبعثة النادي الأهلي. برحب بيك يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا بيك، مساء الفل. أستاذ محمد، طيب لحد ما يجهز يكون معانا استاذ محمد البرعي مره تانية، خلونا نكمل بقيه اخبارنا. طلائع الجيش بيواجه الزمالك والاسماعيلي وديا، اتفق خلاص كابتن احمد سامي المدير الفني لطلائع الجيش على مباراه يوم 6 اكتوبر هيلعبها مع الزمالك، ويوم 7 اكتوبر مع الاسماعيلي. مدرب الاحمال الجزائري في الاسماعيلي اعتذر عن الاستمرار بسبب ظروف خاصه، ومجلس إدارة وافق وطعم جاري تعاقد مع مدرب أحمال خلال الفترة اللي جاية. 3 أيام راحة في الإسماعيلي بعد تأجيل مباراة النادي الأهلي، الجهاز الفني قرر منح لاعبي راحة سلبية لمدة 3 أيام بسبب توقف مسابقة الدوري، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا النادي الأهلي تأجل له لقاء الإسماعيلي بسبب مشاركته الإفريقية. نتمنى التوفيق للأهلي طبعا قدام نجم الساحلي. وصول البطاقة الدولية للسوري ربيع عبد الله لاعب الرجاء كان عنده مشكلة، يمكن كنا اتكلمنا مع حضراتكم أعتقد امبارح أو أول امبارح، في انه الرجاء خلاص بيفكر في فسخ التعاقد لان البطاقه الدوليه اتاخرت كتير جدا، لحد دلوقتي ما شاركش اللاعب. خلاص الحمد لله على السلامه، وصلت البطاقه الدوليه ولاعب الكرامه السوري هيبقى موجود مع الرجاء، اللي برضو بيتسلم بطاقه عبد الحميد سامي وبيضمه للفريق لاعب الشرطه العراقي السابق، وبيسعى طبعا لتجهيزه علشان يبقى موجود مع الفريق. وتفتكروا عبد الحميد سامي كان موجود مع النادي الاسماعيلي. تقرير عن جوله الدوري الاخيره، الذئاب على القمه والزمالك بيزاحم على الصداره، هنروح للتقرير ده بس قبل ما نطلع له ارجع لنا تاني او معانا على التليفون استاذ محمد البرعي رئيس تحرير الموقع الرسمي للنادي الاهلي من تونس. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك، مساء الفل. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، تحياتي لك ولكل مشاهدينك، و يعني اجواء تونس هنا اجواء جميله يعني الحقيقه، ونفسها لكم بكامل صورها. طمنا قول لنا اخر اخبار اللاعبين اللي كان عندهم مشاكل اصابات، وليد سليمان اخباره ايه، وليد ازارو التدريب، الاماكن الاقامه والاعاشه، عايزين نطمن بشكل كامل على النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني المعسكر منضبط تماما كعاده معسكرات النادي الاهلي كلها. بالنسبه طبعا للمصابين كلهم تماما ثلاثه للشفاء، النهارده شارك ثلاثه تمرين في التمرين الاساسي وكملوا للنهايه. وليد نزل التمرين من وليد ازارو نزل امبارح، القايمه كلها جامده بقى، ما عادش فيها اصابات الحمد لله، وربنا يبعد عنهم جميع الاصابات، والقايمه كلها جاهزه واللعيبه كلها مركزه طبعا في المباراه اللي جايه. خلاص مباراه الترجي 4-2 يعني، وكل مركز دلوقتي في مباراه النجم ان شاء الله. ان شاء الله. شايف ازاي دراسه الكابتن حسام البدري للنجم؟ ابرز حاجه قالها للاعبين او ابرز حاجه شفتها كده خلال متابعتك لمران النادي الاهلي؟ يعني بالنسبه طبعا للكابتن حسام يعني مباراه النجم بعتبرها طبعا اهم مباراه الترجي. قال طبعا ان هي الشوط الاولاني هيتلعب في جوزه، والشوط الثاني ان شاء الله في العرب. معتبر مباراتين مباراه واحده تماما زي ما حصل في الترجي في جوزه العرب كان 2-2، وقدر ان هو رابط يخطف قرار التاهل نصف النهائي 2-1 قدام الترجي. نفس الشيء بالظبط ركز عليه برضه مع اللعيبه، ان برضه الترجي في خلاص 4-2، وان لابد ان هم يركزوا دلوقتي في مباراه النجم باعتبارها امام فريق قوي وفريق محترم، وبيقول طبعا النجم فريق كبير وفريق شجاع برضه في الكره الافريقيه، ولا يقل طبعا عن الترجي في اي شيء. طبعا هو مركز جدا في المحاضرات على مشاهده بعض
تسجيلات لمباراه النادي المتحد وابرز نقاط القوه والضعف فيه يعني للتاكيد على جوانب خططيه خاصه بالمباراه وبالتكتيك اللي هيلعب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب امتى الاهلي هيروح لمدينه سوسه؟ ان شاء الله بعد التمرين يوم الخميس هيكون صباحي، بعدين مباشره هنتوجه الى سوسه. هي سوسه بتبعد حوالي 180 كيلو عن العاصمه. كل الامور مترتبه هناك. كابتن سيد لما راح شاف مباراه النادي واهلي طرابلس استغل الفرصه هو هناك ويرتب اجواء الاقامه والانتقالات وملاعب التدريب وكل شيء. فكل شيء مترتب يعني باذن الله هنروح سوسه بعد التمرين على طول. هل عندنا ملامح لتشكيله النادي الاهلي ولا لسه شويه؟ يعني سعد اخباره ايه؟ ممكن يبقى موجود يرجع تاني يبقى موجود مع الاهلي ولا لا بصفه اساسيه؟ يعني التشكيل طبعا لسه بدري قوي على المساله ديت، لسه قدامنا حوالي اربع او خمس ايام عن المباراه، فلسه الوقت كبير جدا، محدش عارف طبعا الامور فيها ايه. بالنسبه لسعد سمير، سعد زي ما بيقول حضرتك مثل الشتاء تماما، وشارك النهارده في التمرين من البدايه للنهايه وخد تقسيمه قويه جدا واصبح جاهز للمباراه، وطبعا يعني بيأكد على انه هو يعني سعيد بالشفاء ده، وان شاء الله طبعا يكون سعد اضافه قويه للفريق النادي الاهلي، لان سعد طبعا من الركائز الاساسيه قبل الدفاع، لكن طبعا كل زملائه جاهزين في نفس الوقت، والقائمه زي ما قلت لحضرتك كامله خاليه من اي اصابات، وده طبعا بيدي حريه اكثر كابتن حسام في التشكيل وفي التكتيك اللي بيلعب فيه. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد، واتمنى لكم التوفيق، وهنعمل معاك مداخله ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي كسبان. استاذ محمد البرعي رئيس تحرير الموقع الرسمي للنادي الاهلي. تعالوا نروح لتقرير، وبعد التقرير جولتنا العربيه والافريقيه والعالميه. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز في موسم 2017-2018، وشهدت الجولة الماضية إثارة كبيرة بمواجهة من مواجهات القمة، والتي جمعت بين المصري والزمالك على ملعب برج العرب، والتي انتهت بفوز الزمالك بثنائية مقابل هدف ليزيح المصري من على قمة الدوري، والتي تربع عليها في أول جولتين قبل أن ينال هزيمته الأولى على يد الفريق الأبيض الذي واصل التألق وفاز بهدفي الوافدين الجديدين محمد أشرف رؤى وأحمد مدبولي. وشهدت المباراة صداما هو الأول من نوعه بين حسام حسن المدير الفني للمصري والسابق للزمالك مع عدد من الحاضرين من جماهير الفريق الأبيض، ليرفع المدرب القميص الأحمر ويعلن استمرار حبه وعشقه للأهلي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 17 عام، عندما خرج من النادي الأحمر وانتقل إلى صفوف الزمالك لتنتهي المباراة ولا تنتهي تبعاتها حتى الآن. وواصل إمبي بدايته المهتزة والتي أصبحت واحدة من أسوأ بدايات الفريق في مسابقة الدوري منذ الصعود للمرة الأولى موسم 2002، بعد أن تلقى الهزيمة الثانية في ثلاث مباريات على يد فريق بتروجيت في ديربي البترول بهدفين مقابل لا شيء، ليجمع إمبي نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات، في الوقت الذي رفع فيه بتروجيت رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات. أما مصر للمقاصة وصيف الموسم الماضي فيعيش أياما ليست سعيدة بعد أن تلقى خسارة مفاجئة أمام الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء، ليستمر تعثر الفريق الذي حصد نقطة واحدة فقط رتين بعد التعادل مع الأسيوطي في الجولة الأولى. سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة سموحة والنصر ليرفع سموحة رصيده إلى خمس نقاط والنصر رصيده إلى نقطتين فقط. وإلى قلعة الدراويش، حيث وصل الإسماعيلي بدايته المميزة وحقق فوزه الثاني في ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى سبع نقاط بعد أن تغلب على الأسيوطي بهدفين مقابل لا شيء، ليتقاسم الفريق الصدارة مع الزمالك والمقاولون الذي يعد مفاجأة الموسم الحالي بحصد نفس رصيد النقاط جمعهم من تعادل وفوزين آخرهما على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين في مباراة درامية، ليعتلي ذئاب الجبل قمة الدوري بفارق الأهداف. ونال وادي دجلة هزيمة مفاجئة أمام طنطا بثلاثية مقابل هدف واحد فقط
لتستمر صحوة أبناء السيد البدوي الذين حصدوا 4 نقاط من 3 مباريات في الوقت الذي توقف فيه رصيد دجلة عند 3 نقاط حصدها من فوز واحد فقط في 3 مباريات نال فيهما الفريق هزيمتين في الوقت الذي حقق فيه طلائع الجيش فوزه الأول في المسابقة على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في وقت قاتل بعد أن أحرز صلاح أمين هدفا غاليا في الدقائق الأخيرة من المباراة ليمنح فريقه نقطته 5 هذا الموسم من 1 وتعادلين. وشهدت الجولة 3 22 هدفا كانت مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري هي الأكثر تهديفيا حيث شهدت 5 أهداف كاملة فيما تربع الرباعي محمد أشرف رؤى ودييغو كالديرون وعمر السعيد وأحمد علي على قمة هداف المسابقة برصيد 3 أهداف لكل منهم وظل فريق الرجاء هو الوحيد الذي لم يحرز أي هدف في الدوري حتى الآن فيما تصدر الثلاثي الإسماعيلي والمقاولون والأسيوطي قائمة الأقوى هجوم في الدوري حتى الآن برصيد 7 أهداف ليبقى الحال كما هو عليه في انتظار جولة جديدة تنطلق بعد ساعات قليلة ينتظرها الجميع لمعرفة ما إذا كانت ستغير المعطيات أم سيبقى الحال كما هو عليها. بعد ظهوره بشكل رائع رفقة المنتخب الأوغندي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 فاجأ طلائع الجيش الجميع بإعلان تعاقدهم مع لاعب خط الوسط حسن مواندا قبل ساعات من غلق باب القيد في مصر. قدم مواندا أداء مميزا مع منتخب أوغندا في تصفيات المونديال خاصة في مباراتي مصر في الجولتين 3 و4 حيث يعد مواندا أحد أبرز لاعبي منتخب الرافعات في الفترة الحالية ويشارك مواندا في الطفرة التي يعيشها المنتخب الأوغندي حاليا بعدما تأهل للمرحلة النهائية والحاسمة في تصفيات المونديال بل أصبح المنافس الأول للفراعنة على بطاقة روسيا 2018 حيث يأتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف منتخب مصر بنقطتين فقط متفوقا على المنتخب الغاني الذي يأتي ثالثا برصيد 5 نقاط فقط كما شاركت أوغندا في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بالجابون لأول مرة بعد غياب 39 عام عن المشاركات القارية. اللاعب صاحب 29 عاما يستحق لقب الرحالة الأوغندي بعد مسيرة طويلة في الملاعب إذ لعب مواندا في 8 بلدان مختلفة في 3 قارات استهل مواندا مشواره الاحترافي مع كرة القدم في نادي كامبالا الأوغندي عام 2007 وخلال 10 سنوات الماضية ارتدى اللاعب قمصان أندية عديدة أبرزها سان جورج الإثيوبي وكيب تاون الجنوب إفريقي وكارابوك سبور التركي ودونج ناي الفيتنامي والشرطة العراقي والنجم اللبناني قبل أن يحط الرحال في جهاز الرياضة العسكري مع طلائع الجيش. وبعد مرور 3 جولات من عمر الدوري الممتاز شارك مواندا في مباراتين مع طلائع الجيش لعب 101 دقيقة ونجح في تقديم أداء جيد في ظهوره الأول بالدوري المصري أصبح لاعبا أساسيا في وسط ملعب الفريق العسكري. حسن مواندا يتحدث لأول مرة عن مشواره الطويل مع كرة القدم وعن التجربة الأولى له في الدوري المصري مع إبراهيم فايق في الحري. بجد ترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من الحريف. النهارده عندنا حوار من نوع خاص حوار مختلف هنشوف بيه منتخبنا الوطني والدوري المصري بعيون منافسين بعيون حسن مواندا واحد من نجوم منتخب أوغندا. هو منتخب ظهر بمستوى مميز حقيقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وخسر منه منتخبنا الوطني في مباراة الذهاب فجأة بدون مقدمات لقينا حسن المواندا بيلعب في الدوري المصري وموجود في فرقة طلائع الجيش.
هنكون في أسئلة مباشرة مع حسن موندا والأستاذ محمد، هيكون موجود مع حضراتكم في أعمال الترجمة. حسن أهلا وسهلا بيكم، شرفنا ومنورنا. Thank you so much. شكرا جزيلا. طيب خليني ابتدي معاك بالمفاوضات، اخذت وقت قد ايه ما بينك وما بين فرقه الجيش؟ فجاه مره واحده لقيناك موجود عندنا في الدوري المصري. Found you. Yeah. نعم. We played against. نحن لعبنا امام مصر. I got a call from my manager. وتلقيت اتصالا من مدير اعمالي واخبرني انه يمكنك هل ترغب في العمل في اللعب في مصر؟ نعم. اخبرته بذلك وكنت سعيد ان اتمم عقدي مع طلائع الجيش. رايك ايه في الدوري المصري؟ سريع ولا بطيء؟ وانت لعبت في انديه كتير جدا، لعبت في بلدان كتير جدا. Yeah, نعم. In so many teams and في عدد كبير من الأندية، والدوري المصري هو دوري جيد جدا واحترافي وبه منافسة عالية مقارنة بالدوريات الأفريقية، و هنا مستوى عالي من الاحترافية والتنافسية، وأنا سعيد جدا أن أكون في هذا الدوري، وإذا سارت الأمور بشكل جيد أود أن أبقى في هذا الدوري في مصر. أكثر فرقة عجبتك في الدوري المصري ثلاث جولات اللي فاتوا؟ منذ أن أتيت الدوري به تنافسية عالية وكل فريق قوي، ولكن أنا لعبت ثلاث مباريات فقط، ولا يمكنني أن أقول بأن هذا الفريق قوي. طلائع الجيش فريق قوي، والأمر يتعلق بالفوز في كل مباراة، من يفوز هو الأقوى. الفرقة اللي فاتت كانت في لبنان، ايه الفرق ما بين الدوري في لبنان والدوري المصري من وجهة نظرك؟ الدوري اللبناني هناك أموال ولكن ليس هناك قوة تنافسية كما هو الحال في الدوري المصري، هنا تنافسية عالية، الكل يريد أن يعتلي القمة، ليس هناك جدية واحترافية في الدوري اللبناني، في بعض الأحيان لا يتم لعب بعض المباريات، ولكن هنا في مصر الكل يريد المنافسة والكل يريد أن يلعب، وهذا أمر جيد للاعبي كرة القدم، ولكن في لبنان ليس هناك تنافسية كما هو الحال في الدوري المصري. هنا الفلوس مش كويسة؟ لا، الأموال موجودة في الدوري المصري، ولكن أنا لا أتحدث عن الأموال فقط، أنا أتحدث عن الأداء. إذا أديت بشكل جيد تحصل على المال، ولكن إذا لم تؤدي لا تحصل على المال. رأيك إيه في الكابتن أحمد سامي المدير الفني لطلائع الجيش؟ هو كان ضيفي هنا من فترة وكان بيتكلم عنك بشكل إيجابي جدا، هقول لك قال إيه بصراحة بس بعد ما تجاوبنا على السؤال. He's a very good coach. هو مدرب جيد جدا، أنا سعيد جدا أنه المدير الفني لفريقي، وأنا بالفعل سعيد أن أعمل معه وألعب تحت قيادته، أؤدي بشكل جيد لأنه يريد مني أن أقدم الأفضل في المباريات، وإذا أديت بشكل جيد هو يشعر بالرضا عني، ولكن إذا لم أؤدي بشكل جيد يشجعني لأن أؤدي بشكل أفضل، وأعتقد بأنني إذا استمرت في الأداء بشكل جيد سيكون أسعد. حسن، أنت لعيب مميز واضح ده من خلال مشاركتك مع الجيش، بس محتاج تخسر بتاع حوالي من 3 ل 4 كيلو، ده بحسب كلام الكابتن أحمد سامي. This is you. نعم. هذه كرة القدم. عندما أتيت إلى طلائع الجيش أخبرني المدير الفني بأنني أحتاج إلى أن أخسر بعض الكيلوغرامات، وأعتقد بأن هذا مهم لأن أكون ملائما وجاهزا للأداء بشكل جيد، أعتقد بأن هذا قد يمكن إنجازه في أسبوع بالتمرين. نعم. ده شيء عظيم. هذا جيد. إذا فكرت بأن هذا هو وظيفتك وهذا هو عملك ويجب أن أهتم باللياقة البدنية حتى أؤدي بشكل جيد، وأعتقد بأن ذلك سيكون عنصر أساسي للمشاركة في الفريق. طيب خلينا نتكلم بقى عن منتخب أوغندا. منتخب أوغندا فاجئنا الحقيقة في مباراة الذهاب قدام أمام منتخب مصر بهزيمة المنتخب المصري، هل انتوا كنتوا متوقعين النتيجة دي ان انتوا تكسبوا منتخب مصر 1-0 في أوغندا ولا لا؟
نعم. عندما أتى المنتخب المصري إلى أوغندا كنا في أوغندا لا نفكر في اللاعبين الكبار، نحن نفكر بأن من يأتي يلعب معنا في أوغندا علينا أن نفوز بهذه المباراة حتى ننافس ونحصل أكبر قدر ممكن من النقاط. نحن نعرف أن هناك لاعبين كبار في المنتخب المصري من أوروبا من الأرسنال وليفربول وغيرهم من الأندية المهمة، ونحن لا نتحدث عن ذلك، نحن نريد أن نكون في القمة وبالتالي نريد أن نفوز في المباريات على أرضنا. قريتوا إزاي منتخب مصر؟ قرايتكم كانت عاملة إزاي؟ المدير الفني لمنتخب أوغندا كان شايف إزاي منتخب مصر، وبالتالي كان بيديكوا التعليمات الفنية اللي قدرتوا بيها تكسبوا منتخب مصر في ماتش الذهاب 1-0؟ نعم، مصر لديها لاعبين مميزين ونحن نعرف ذلك، ونعرف أنهم يريدون أن يؤدوا بشكل جيد. نحن ليس لدينا المهارات الجيدة، ولكن كنا نبذل قصارى جهدنا، نبذل ما يمكن بذلك أن ننافس وأن نحصل على الفوز. نعم، مصر فريق جيد، ولكننا حصلنا على النتيجة المرجوة من المباراة. مسألة التركيز والحفاظ على التركيز، ذلك يؤدي في النهاية لنتيجة إيجابية. واقعية، أنت بتتكلم بواقعية أنه منتخب أوغندا ما عندوش المهارات، نعم عنده الدافع وعنده الرغبة أنه يتأهل لروسيا. هل بتشوف أنه منتخب مصر قوته بتكمن في محمد صلاح بس، ولا عنده مفاتيح لعبة تانية؟ فريقنا ليس لديه لاعبين مميزين مثل محمد صلاح والنني وهؤلاء اللاعبين الكبار. بالنسبة لنا نحن لدينا فريق جماعي، كلنا نعمل لصالح الفريق الوطني ونموت من أجل منتخبنا. ليس لدينا المهارات الفردية، ولكن نعمل على الروح الجماعية ونحارب سويا لتحقيق نتيجة إيجابية. الفريق المصري هو فريق يركز على محمد صلاح، ولكن ما هو السيناريو البديل إذا لم يحقق محمد صلاح هدفا أو يحرز النتيجة الإيجابية؟ الفريق المصري فريق جيد جدا، وأحترم الفريق المصري جدا، وبالتالي هناك أخطاء، وإذا ما ارتكبوا أخطاء يمكن لنا أن نكسب، ونحن لدينا مباراتين أمام غانا وأيضا المنتخب أمامه المصري أمامه مباراة أمام غانا. أعتقد بأن المنتخب يمكن أن يخسر، ولكن إذا لم يخسر المنتخب المصري أمام الكونغو ستكون مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. واقف أنا عند كلام حسن في الجزئية اللي علاقة بمحمد صلاح، لو أنت مش هتوصل لمحمد صلاح طيب خلاص هيبقى إيه الوسيلة؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، هو ده اللي كنا دايما طول الوقت بنقوله لهكتور كوبر. مهم أهمية الحوار ده بالنسبة لنا الحقيقة، أن احنا دايما نشوف الفرق اللي بتلعبنا او المنافسه لينا بتشوفنا ازاي. هم شايفين هو منتخب مصر انه قوته كلها بتكمن في محمد صلاح، باصي محمد صلاح، وصل الكره لمحمد صلاح. ايه التعليمات الفنيه اللي كنتوا واخدينها علشان تمنعوا وصول الكره لمحمد صلاح وبالتالي تقتلوا خطوره منتخب مصر؟ دائما محمد صلاح يتميز بالسرعة وبالذكاء في الملعب. بالنسبة لنا نحن لا ننظر إلى محمد صلاح فقط، ولكن ننظر ونركز على لاعب الوسط الحجازي عبد الله السعيد، لاعب خط الوسط في الأهلي عبد الله السعيد. المدرب قال لنا بأن محمد عبد الله السعيد هو الذي يمرر الكرة لمحمد صلاح، وبالتالي كنا نركز على التمريرات القاتلة أو التمريرات الجيدة الأمامية التي يمررها عبد الله السعيد لمحمد صلاح. حتى في أوغندا كان تهديدا كبيرا، وبالتالي كنا نركز ليس على محمد صلاح ولكن على خط الوسط عبد الله السعيد يمرر له الكرة عبد الله السعيد.
نعم، ومحمد صلاح عرف بأننا إذا حاصرنا ومنعناهم من الركود بالكرة وأن يحصل على الكرة فذلك يقلص من خطورة المنتخب المصري، وهذا ما فعلناه في أوغندا، حافظنا على عدم تقدم محمد صلاح، ولكن المشكلة الأساسية كانت عبد الله السعيد في خط الوسط. صحيح، دي نقطة مهمة جدا، فكان تركيزكم على عبد الله السعيد طول الوقت. بتشوف ازاي الدور اللي كان بيقوم بيه النني وطارق حامد في النص الملعب؟ يونو النني، طارق حامد يونو هام؟ نعم. النني وطارق، النني يحصل على الكرة من الدفاع، وعبد الله السعيد وطارق يتسمان بالخطورة، وتريزيجي أيضا لاعب خطر. بالنسبة لنا عرفنا بأننا إذا أوقفنا عبد الله السعيد والنني هؤلاء اللاعبين الذين يمثلون خطورة لتمريرهم الكرة للمهاجمين، فبذلك نوقف الهجمات ومنع التسجيل. التركيز كان على خط الوسط، وبالتالي كان هذا هو التكتيك الخاص بنا، ولم نركز كثيرا على محمد صلاح، والتركيز الأكثر كان على عبدالله السعيد والنني وخط الوسط، لأن مصر تلعب كثيرا في خط الوسط، ومن هنا مكمن الخطورة في منتخب مصر، وإذا تم محاصرة خط الوسط يتم محاصرة الهجوم. تشوف ازاي خط ظهر منتخب مصر، الدفاع منتخب مصر تشوفه سريع ولا بطيء؟ التمركز بتاعه في منطقة ال 18 سليم بنسبة قد ايه؟ كما تعرف في كل خط الدفاع به نقاط ضعف، ونحن نعرف أن المدافعين المصريين طوال ولكن ليسوا لديهم السرعة، بالتالي علينا أن نستغل هذه النقطة، وبالتالي هذا هكذا سجلنا في أوغندا. المهاجم مرة تلقى الكرة بسرعة وسجل هدفا، وبالتالي أعتقد بأن هذه هي النقطة الأساسية، وليس هناك قدرة لوقف المهاجمين الذين يتسمون بالسرعة، وأعتقد أن هناك حاجة لذكاء من المهاجم في هذه الحالة. أعتقد أهم لعيب عندكم في أوغندا كان رقم 7، give me his name، رقم 7 تور ناشونال تيم، إن غانا تيم، إن أوغندا تيم. إيمانويل أوكوي. نعم، رقم 7 إيمانويل إكوي، ده باك من الخطورة بالنسبة لكم بالنسبة لمنتخب أوغندا؟ لا إطلاقا. فاروق مية، I think فاروق مية، فاروق مية، نعم فاروق مية، هو صغير في السن وسريع وسجل أهم الأهداف للمنتخب الأوغندي بالنسبة لنا. كما أخبرتك من قبل، نحن لا نعتمد على لاعبين منفردين، نحن نفكر كفريق جماعي، الأمر لا يختلف. فاروق مية أو إيمانويل أو مدافع أو خط وسط، نحن نركز على روح الجماعية للفريق، يجب أن نكسب كل المباريات. أديتهم مباراة كانت مميزة جدا في مباراة الذهاب، وبالتالي استحقتوا الفوز، ولم نستحق احنا كمنتخب مصر الفوز، لكن منتخب أوغندا خسر، وخسر بشرف في مباراة العودة اللي كانت هنا في مصر. هل كنتم متخيلين السيناريو ده، خاصة ان انتوا قاريين السيناريو صح، قاريين ان عبد الله السعيد هيلعب لمحمد صلاح، محمد صلاح هيسجل، وده تقريبا اللي حصل في اللقاء، طب ليه اتغلبتوا؟ عندما تلعب خارج ملعبك، خارج أرضك، تواجه بعض المشكلات، الجمهور، الملعب، التكتيك لهذا الفريق مصر، كانت تهاجم، ونعرف أن مصر تريد أن تسجل سريعا، ولكن عندما سجلت مصر في الدقائق الأولى في المباراة تراجعوا، وحاولنا أن نستغل فرص لنا، ولكن الأمر كان صعبا لأنهم كانوا يلعبون على أرضهم، وعندما أتوا إلى أوغندا كان هناك صعوبة لأن يسجلوا، وهذه ميزة أن تلعب على أرضك. وبالنسبة
بالنسبة لنا لفريقنا في أوغندا. عرفنا بأن عندما نلعب في مصر على الأقل نحصل على نقطة حتى نمنع مصر من الفوز، وكانت هذه استراتيجية الفريق لمحاصرتهم ونحافظ على التعادل، لكننا خسرنا ولكن لم نخسر بنتيجة كبيرة 2 أو 3 أهداف، ولكن خسرنا بفريق بهدف واحد. وبالنسبة لنا كان هذا أمرا إيجابيا أن نخسر في مصر 1-0، لأنه مصر غلبت أوغندا في الماضي 3-4 أهداف، وبالتالي هذا عهد جديد للفريق الوطني في أوغندا. وأعتقد إن شاء الله بأن الأمور إذا سارت بشكل جيد ينبغي أن نتأهل. طيب خليني أسألك على الجمهور، هل حسن تخيلت هذا الكم من الجماهير المصرية وشعوركم إيه وأنتم شوفوا الجمهور المصري اللي كان موجود في ملعب برج العرب؟ بس خليك صريح بدون دبلوماسية. No. Give me the right answer. This was amazing. كان الأمر مدهشا. لم أرى هذا العدد من الجماهير يشجع منتخبا وطنيا. كان العدد تقريبا 60,000 مشجع في عندما تصل إلى الملعب بهذا الحجم وبهذا العدد من الجماهير تشعر بالخوف. نعم، لأن هذا الشعور كيف نكسب في حضور هذا العدد الكبير من الجمهور يشجع المنتخب المصري؟ هذا أمر صعب، ولكن بالنسبة لكرة القدم رأينا الكثير في تاكي. كان هناك 100,000 مشجع هنا في معظم الفريق الوطني في الإسكندرية، وجهد الجمهور بشكل كبير، وكان الأمر ضخما. وأنا سعيد بأن هذا العدد الضخم يشجع المنتخب الوطني، ومن الصعب أن نكسب مباراة في حضور كل هذا العدد من الجماهير. لسه مستمرين مع حضراتكم مع حسن مواندب. انا عجبني جدا كلامه، عجبني جدا واقعيته، وكمان روحه حلوه ابتسامته. الافارقه يظل ليهم في قلبنا احنا كمصريين معزه وحب وتقدير كبير جدا لتقديرهم وحبهم لمصر، واحنا نفس الشعور حقيقه بنبادلهم هذا الحب وهذا التقدير. هنكمل كلامنا في الجزئيه ديت، وكمان هنتكلم عن مباراه اوغندا وغانا ومباراة منتخبنا الوطني أمام الكونغو من وجهة نظر حسن مواندا نجم منتخب أوغندا. طيب هو أنت عارف أنه مباراتكم مع منتخب غانا هتبقى قبل مباراتنا، إحنا يوم 8 أكتوبر أنتوا يوم 7 أكتوبر، عايزينكم بقى تتألقوا كده عشان تكسبوا منتخب غير. نعم، علينا أن نفوز على غانا، هذه هي فرصتنا. إذا فزنا على غانا فسوف ننتظر إلى مباراة مصر والكونغو. أعتقد بأن المنتخب غانا مهتم بهذه المباراة، الكل يتوقع منا أيضا ألا نخسر على أرضنا، و كل جمهور أوغندا سوف يدعمنا، وعلينا أن نفوز أمام غانا. رأيك في منتخب غانا؟ غانا فريق قوي، نحن نعرف أن هناك عدد كبير من اللاعبين في أوروبا وإسبانيا. بالنسبة لنا نحن نفكر في فريقنا، نحن عندما يأتوا إلى أوغندا هم يلعبون في أوغندا في أفريقيا، وعندما تأتي إلى أوغندا يجب أن يكون لديك الشجاعة لأن تهزم فريقنا في أوغندا. المسألة أننا نؤمن بأنفسنا، أي من كان يأتي إلى أوغندا يجب أن يخسر، لأننا ليس من السهل إطلاقا الفوز علينا في أوغندا. هذه مباراة قوية ونحن جاهزون لغانا، وسوف نرى ما سيحدث في أكتوبر. نقاط ضعف منتخب غانا إيه من وجهة نظرك؟
أنا لا أريد أن أتحدث عن فريق غانا، أنا أتحدث عن فريقي. أنا أعرف أن فريق غانا لديه مشكلاته، ولكن نحن لدينا مشكلاتنا أيضا. أنا لا أعرف الكثير عنهم، ولا أريد أن أركز على نقاط ضعفهم. لديهم لاعبين صغار ولاعبين كبار، وهذا الأمر يعود إليهم، ولكن أنا أفكر أكثر في فريقنا الوطني. أريد أن أركز على مشكلاتنا نحن ونقاط ضعفنا، ولكن أيا من كان سيحدث علينا أن نفوز. المدير الفني الجديد لمنتخب أوغندا انسجم بسرعة معاكم مع اللاعبين، أنتم متقبلينه، حاسين أنه هو يقدر يقود أوغندا للمكسب قدام غانا؟ نعم، كان مدربا مساعدا لميشو، ونعرفه، عرفناه عندما أتى إلى أوغندا، وأخبرنا بأنه علينا أن نموت من أجل هذا الفريق وأن نحارب بقوة من أجل الفريق الوطني. عندما يقول لك المدير الفني عليك أن تحارب وتقاتل من أجل الفريق الوطني، هذا مهم بالنسبة لنا. هو مدير فني جيدا، ونحن نعرف أنه علينا أن نؤدي أفضل وأن نفوز في مباراتنا لغانا. هو يعرف غانا ولعب أمام غانا، وأعتقد بأن لدينا فرصة لأن نعمل معه بشكل جيد. عجبني جدا اللهجة اللي بيتكلم بيها حسن مواندا، بحترم جدا اللعيبة اللي عندهم انتماء لبلدهم وعنده الرغبة. الحوار من ساعة ما ابتدى لحد دلوقتي، شوفوا كم مرة اتكلم فيه عن فكرة انك تقاتل علشان الهدف، انك تموت نفسك علشان خاطر التيم، انك لما تيجي في اوغندا مهما كان حجم التيم اللي هيلعبنا، اذا كان منتخب مصر اذا كان منتخب غانا، اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا نقاتل على كل كرة وعلى كل فرصة، وان احنا كمان نركز على نقاط الضعف. كل الامور اللي حضراتكم بتشوفوها دي تعرفكم كويس قوي انه خريطة الكرة في القارة الإفريقية بتتغير، عشان الاسبيرت، عشان الروح اللي بيتكلم فيها أو بيتكلم بيها حسن ديت، واللي واضحة أن هي واصلة للقارة الإفريقية، كله في النهاية بيصب لصالح الكرة الإفريقية، بس بعد ما احنا بنتأهل إن شاء الله بإذن الله لروسيا للمونديال المقبل. بتشوف إزاي؟ بتشوف إزاي فرص منتخب مصر قدام الكونغو؟ كل فريق لديه فرصة للتأهل. الفريق مصر رقم واحد في المجموعة، لديهم فرصة للفوز على الكونغو وغانا للتأهل مباشرة، ولكن مصر لديها فرص كثيرة لأنهم سيلعبون على أرضهم أمام الكونغو. المباراة الصعبة أمام غانا، وإذا غانا فازت في مباراة غانا تخسر على أوغندا. أوغندا أوغندا ولبيت غانا أوغندا. لا نعرف، هذه كرة قدم ولا نعرف. بالنسبة لنا نحن حريصون على أن نفوز على غانا، ولكن المباراة الأخيرة هي التي ستحدد من سيتأهل، وبالتالي علينا أن ننتظر. مين يستحق من وجهة نظرك التأهل؟ الكل. هذه كرة القدم، والكل يريد أن يلعب في كأس العالم. كما تعرف كأس العالم، الكل في مصر، في غانا، في الكونغو، أوغندا، الكل يريد أن يلعب في كأس العالم. الكل يركز والكل يقاتل من أجل المنتخب للذهاب إلى كأس العالم. عندكم حارس مرمى مميز. نعم، دينيس أونيانغو هو حارس المرمى المميز والرائع بالنسبة لنا، ويدافع عن مرمى بشكل رائع. عندما يكون لديك حارس مرمى مميز، وبالتالي فأنت يكون لديك الثقة وتستطيع أن تلعب بثقة أكبر، لأنه يحافظ على المرمى ويساعد الكل. كما رأينا هو دافع عن مرمى محمد
صلاح في العديد من الفرص. رمضان صبحي كما تعرف هذه الثقة يعطيها للاعبين وكفريق أيضا نحن ممتنون جدا له على هذه الأداء، وهو الكابتن للفريق ويشجعنا ويجعلنا نقاتل ونحارب من أجل الفريق، وهذا أمر مهم جدا لنا كلاعبين، هذا أمر مهم للغاية. ايه رايك في عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر 44 سنة ده 45 سنة؟ الحضري حارس مرمى رائع ومميز، أعتقد بأنه قدم الكثير للمنتخب المصري. عندما كنت ألعب كرة القدم منذ أن بدأت وسمعت عن الحضري ولعبت أمامه، وبالتالي أنت إذا كان لديك حارس مرمى مميز ولديه الخبرة، أعتقد أن الحضري أيضا يحب مصر كثيرا وفعل الكثير من أجل المنتخب، وهذا أمر جيد بالنسبة للمنتخب المصري. أنا لا أعرف إذا كان سيشارك مرة أخرى أم لا، أعتقد أن هذا هو قرار الكابتن كوبر. رأيك إيه في هيكتور كوبر؟ طريقة لعب هيكتور كوبر؟ أنا لا أريد أن أخوض في تحليل لأداء المدير الفني، هذا عمله. أنا أهتم كثيرا بالتفكير في نفسي وفي فريقنا الوطني أوغندا وفي عملي. هيكتور كوبر يقوم بعملي. خليني أخذ بقى من منتخب مصر وأتمنى لك كل توفيق إن شاء الله بإذن الله في ماتشكم الجاي قدام، بتمنى لك كل التوفيق حقيقة بجد يعني. وأسألك بقى، لو تألق حسن مواندا هنا في مصر في الدوري المصري وجالك عرض من النادي الأهلي ونادي الزمالك، هتختار مين؟ كرة القدم لعبة ممتعة. أنا أتيت إلى مصر لأقدم أفضل ما لدي. المدير الفني الكابتن سامي يثق في وقال بأنني يجب أن أحارب على موقفي ووضعي في الفريق وأن أثبت نفسي في الفريق، فإذا فعلت ذلك وحصلت على عروض من الأهلي أو الزمالك هذا جيد، ولكن إذا لم أؤدي بشكل جيد فسأبقى في طلائع الجيش لأنهم يثقون في وأنا أحب هذا الفريق وهناك روح من الصداقة والود بيننا، وهذا أمر جيد في كرة القدم، أنت تشعر كأنك في بلدك، الكل يحبك، الكل يتعامل معك بشكل جيد. أنا لا أريد أن أذهب إلى الأهلي أو الزمالك حتى طلع الجيش يمكن أن يشارك في دوري الأبطال وأن يؤدي بشكل جيد، يمكننا أن نحقق العجائب مع هذا الفريق، وبالتالي أنا ليس لدي مشكلة في أن أؤدي بشكل جيد مع طلع الجيش. يعني خليني أخرج برا الكرة شوية بقى، رأيك إيه في الحياة في مصر بشكل عام؟ إيه الأماكن اللي زرتها؟ إيه الأماكن اللي رحتها؟ ليس بعد، لقد أتيت إلى مصر وكل تفكيري وتركيزي كان على عملي لاحقا. نحن بدأنا الموسم توا وبالتالي أنا أركز بشكل كبير في المباراة، إذا كان هناك وقت حر بالنسبة لي يمكن أن أقوم بزيارة العديد من الأماكن، الأهرامات والعديد من الأماكن التي أتطلع إلى زيارتها. أنا متطلع لأن أذهب إلى الأهرامات، فهذا مكان رائع. أكلت الأكل المصري، الفول، طعمية، كشري، جربت الحاجات دي ولا لسه ما جربتهاش؟ لا لا ليس بعد، لأن المدرب قال لي بأنني يجب أن أراقب جيدا النظام الغذائي لي في مصر، وبالتالي أنا أجاهد لأن أخسر 3 أو 4 كيلوغرامات، وبالتالي لا أريد أن أزيد، وبالتالي أنا أهتم كثيرا بنظامي الغذائي. حسن للأسف وقتي معك انتهى، إنما أنا كنت مستمتع جدا بالحوار معك، مستمتع بروحك ومبسوط جدا بابتسامتك، يعني وكالعادة دايما انطباعنا عن افريقيا وعن نجوم المنتخبات اللي بيشرفونا واللي بينورونا واللي بيجوا هنا في الدوري المصري لا انقطع عن مدى أدبكم وعن أخلاقكم، واتمنى لك كل توفيق إن شاء الله بإذن الله يوم 7 أكتوبر. أنا هشجعك، هلبس فانيلة منتخب أوغندا، يعني تتعادلوا أو تكسبوا يعني أو
بشكرك شكرا جزيلا. شكرا حسن. حسن بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من الحريف. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في حلقه جديده. تصبحوا على الف خير.